صباح الخير. فترات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير عليك يا حمد. صباح الخير على السادة المشاهدين. حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. طبعا الجو اليومين دول يعني ساقعة جدا الحقيقة، والبرد شديد قوي، خاصة بقى لما يعني نيجي كده على بالليل درجات الحرارة بتنخفض جدا في القاهرة والإسكندرية، وحقيقة كمان يعني في محافظات مصر كلها جو برد جدا. في أماكن تانية زي سانت كاترين على سبيل المثال توصل لصفر. وأكيد أصعب قرار بنواجهه زي بقى نقدر ننفذه هو إن احنا نقوم من تحت البطانية. ده قرار صعب جدا، ده محتاج شجاعة كبيرة جدا، محتاج شجاعة أدبية، ومحتاج مصارحة ومواجهة مع النفس بأن أنت عندك شغل، قرار عظيم لازم تقوم. يعني قرار صعب الحقيقة. يعني في الوقت ده طبعا احنا مسموح لنا بقى إن احنا نلبس نص الهدوم، إن ما كانتش الهدوم كلها اللي في الدولاب، بس احنا بنغير الطبقات. عارف طبعا مج النسكافيه كمان مهم جدا، أي حاجة بتدفي هنا، شاي بلبن. عشان نقدر بقى ناخد القرار ده إن احنا نبتدي كده نصحى ونخرج الأول من تحت البطانية، وبعدين نشوف موضوع إن احنا نخرج من البيت طبعا بقى مع لسعة البرد اللي هتقابلنا أول ما نفتح باب البيت. وانا بحب الشتاء طبعا بصراحه، يعني والله وانا من محبين الشتاء، بس ما اتفقناش ان الشتاء يبقى بالمنظر ده بصراحه. انا يعني انا بحب الجو السقع، يعني بالنسبه لي لما اجي دايما ابقى بردان قوي. انا عندي دايما الشتاء مرتبط باسكندريه، شتاء يعني اروح اسكندريه، اسكندريه مش صيف، اسكندريه شتاء. الناس بقى اللي بتقدر اسكندريه يعني صيف على طول، شتاء على طول. انا زيك، انا معاك يعني في موضوع ده، بس وعارف لما باجي اقول ايه الجو ده يعني صعب قوي، افتكر الحر والصيف واقول لا هونها يا رب. بالظبط، احنا مبسوطين كده، احنا راضيين بده طبعا. بالظبط طبعا، يعني ده بقى يعني خاصه ان احنا في شهر يناير ده طبعا بيكون ذروه البرد. وهيئه الارصاد كمان بتقول انه الموجه دي بسبب تاثر البلاد بكتله هوائيه بارده مصدرها جنوب وشرق اوروبا، وللاسف هتكمل معانا لسه كمان كام يوم. فطبعا كل واحد ياخد احتياطاته كويس، وكل واحد يخلي معاه في العربية جاكيت، أي حاجة يعني أنا يعني تقيل عليا أقول إن إحنا مش عايزينها، ولكن للي يقدر يخلي معاه حاجة تقيلة في العربية، عشان لو أي حد محتاجها شايفين الجو عامل إزاي، عشان في أي حد محتاجها في الشارع نقدر نساعده بيها. الجو دي نقطة فعلاً مهمة صعب. بقى أنا عاوز أتكلم فيها. أنا خدت المج بتاعي، مج النسكافيه، ونزلت يعني وخدت القرار حاجة سخنة، شربة، أي حاجة بس نقدر نساعد بيها بعض في الجو ده. أنت اتكلمتي في كلام مهم جدا، وفي نقطة مهمة جدا، لأن هي فكرة الإحساس بالغير. طبعا خدنا الجاكيت بتاعنا، خدنا القرار، لبسنا يعني كام لايرز فوق بعض وقرار، ونزلنا الشغل. بس لازم أول حاجة اللي احنا وإحنا نازلين وفي البرد اللي بيكون موجود في الساعات الأولى من الليل وبيمتد لحد الساعات الأولى من الصباح، دايما بيكون في شبورة. الشبورة دي بتكون صعبة قوي، وتكون تقريبا عاملة حالة غيامة في أغلب الطرق، وخاصة الطرق اللي بيكون فيها أراضي زراعية. عشان كده لازم الكل ياخد باله كويس قوي ويلتزم بالتعليمات الخاصة بالإدارة العامة للمرور علشان يوصل شغله بألف سلامة. كمان الجو ده بيكون محتاج نوع من أنواع التكافل. النقطة اللي اتكلمت فيها جمانة، لازم يكون معانا جاكيت، وجاكيت تقيل، مش احنا بقى اللي نلبسه، لا، الجاكيت ده يكون معايا في العربية. جاكيت أنا مش عاوزه، نوع من انواع بقى ايه يعني، نبص للمتعففين، مش عاوز اقول ان احنا نبص للمحتاجين، لان انا بشوفهم مش محتاجين خالص، نحسبهم اغنياء من التعفف. فهي الفكره، الناس دي دايما بيكون عندها عزه نفس، دور عليهم هتلاقي في منهم كتير قوي حوالينا، هتلاقيهم مستخبين في بيوتهم وعاوزين غطاء، عاوزين جاكيت.
فالجاكيت اللي انت موجود عندك وهتلاقي كتير في دولابنا، يعني كلنا عنده جاكيت واثنين وثلاثة ما بيستخدموش، ننظفه كويس ونحاول اللي احنا نوصل للناس دي علشان خاطر ندهولهم كنوع من انواع التكافل، كنوع من انواع الاحساس بالخير، كنوع من انواع الصدقة اللي هنبدأها طبعاً. اول يناير يعني اول السنة نبدأ السنة الجديدة بنوع من انواع الصدقة. في ناس ممكن متبقاش عارفة تتجه فين عشان تقدر ان هي تتبرع بلبس او تتبرع بحاجات القديمة، في ناس متبقاش عارفة، فيعني اضعف الايمان خلي معاكوا حاجة في العربية فعلا مش محتاجينها، ويعني طبعا الاحسن لو حاجة تكون يعني بلاش جديدة يا سيدي، بس هقول حالتها تكون كويسه، تكون كويسه لا ومش عارف تديها يعني فين او توصل للناس دي ازاي. يعني عندك وزاره التضامن الاجتماعي لو انت تواصلت مع الفرق اللي موجوده هناك في التدخل السريع تحديدا، عندها ناس كتير قوي عندها دور رعايه كتير قوي تقدر تدلك تروح فين والمكان الصح. في جمعيات كتيره، جمعيات اهليه وجمعيات خيريه تقدر اللي انت من خلالها تتواصل معاها وتقدر تروح للشخص المستفيد المتعفف، لان انا هقول برضو انا ما بقولش عليه الناس المحتاجه لان هي بيبقى عندها عزة نفس برضو. أنا ما زلت يعني مصر بقى الشخص المحتاج عمره ما بيقول أنا عاوز، الشخص اللي فعلا في أشد الحاجة بتحس اللي هو عنده نوع من أنواع عزة النفس. بس أنا بالنسبة لي بصراحة يا أحمد يعني أنا بعمل الخير لوجه الله ويعني ربنا بقى هيثبني عليه أيا كان اللي قدامي فعلا محتاج. إنما الأعمال بالنيات، أنا نيتي خير بالظبط كده. فيعني الجو صعب أكيد وجو برد، وبنصبح الناس من اول بيسو تقيل. تيجي نشوف منا بقى بتعمل ايه في البرد ده. منا صباح الخير. صباح النور يا احمد. صباح النور يا جمانة. الجو برد. الجو برد خالص. ما ضفتلناش حاجه جديده، عاوزين نعرف درجات الحراره. برد احنا ما انتوا خلصتوا النشره الجويه، انا المفروض اطلع اقول النشره الجويه انتوا خلصتوها، بس انتوا قلتوا فعلا في شبوره وفي اجواء صعبه وفي موجه مستمره معانا الايام اللي جايه. خلينا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه كده في احوال الطقس. النهارده في انخفاض في درجات الحراره والطقس هيكون بارد على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، وكمان في امطار خفيفه على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، ده غير ان في شبورة على بعض الطرق السريعة والصحراوية. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 16 درجة، اعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 22 درجة، والاقل هتكون في كاترين 8 درجات. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل، لكن لكل الناس اللي ما نزلوش خلينا دلوقتي نستعرض مع بعض احوال المرور. هنبص كده بصة سريعة على أحوال المرور في القاهرة، وخلاص معظم طلاب النقل خلصوا الامتحانات وده طبعا بيقلل الضغط في الشوارع في ساعات الذروة الصباحية. خلينا نشوف الطرق ونبتدي من طريق الكورنيش اللي جاي من قدام المؤسسة، هنلاقي فيه بعض الكثافات المرورية البسيطة المتحركة ولغاية ميدان عبد المنعم رياض. لو شفنا بقى طريق الكورنيش للي جاي من مناطق حلوان والمعادي هنلاقي برضو بعض الكثافات البسيطة عند شارع القصر العيني المتجه لميدان التحرير. أما بقى كوبري أكتوبر المتجه لمناطق الإسعاف ورمسيس والتحرير كل الطريق ده بيشهد سيولة مرورية، اللي هيكمل أعلى كوبري في اتجاه مناطق غمرة والعباسية وميدان ومدينة نصر أيضا هيلاقي بعض الكثافات المرورية. حركة السير للسيارات بمحور صلاح سالم للمتجه لنفق المرغني ومصر الجديدة هنلاقي فيه سيولة مرورية، ونفس الموضوع للي جاي من صلاح سالم لنفق الأزهر ومنطقة الأزهر والجمالية هنلاقي فيها بعض الكثافات، لكن كثافات مرورية متحركة مش هتأثر أبدا على الحركة. نروح للجيزة ونبتدي من محور 26 يوليو هنلاقي طبعا كثافات مرورية للمتجه لميدان لبنان. أما بقى الجاي من أكتوبر خلال الطريق الدائري بياخد باله أن محور صفت برضو بيشهد كثافات مرورية ولغاية إشارة جامعة القاهرة. لو شفنا بقى شارع الهرم واحنا عارفين ان طبعا في اصلاحات موجوده في شارع الهرم وفي اعمال حفر هنلاقي بعض الكثافات طبعا بتظهر مع موعد ذروه الصباح بمنطقه مشعل وشارع العشرين ولغايه الطلبيه. هنلاقي كمان كثافات عاليه للمتجه لكوبري الجيزه ولشارع فيصل بمنطقه الطوابق ولغايه العشرين، وهنلاقي كمان كثافات بسيطه عند شارع السودان ولغايه جامعه القاهره ولغايه ما بنوصل لميدان النهضه ومناطق بولاق ومبابة. عايزين نقول ان فتح شارع البحر الاحمر اسفل الطريق الدائري بعد الانتهاء من تركيب الممر المعدني الخاص بتوسعه الطريق الدائري هيفرق كتير جدا في الكثافه المروريه.
خلينا نروح للأليوبية، الطريق الزراعي للي جاي من القاهرة هنلاقي فيه سيولة مرورية، لكن طبعا هنلاقي بعض الكثافات البسيطة عند مطلع الدائري، وكمان بعض الكثافات قبل ميدان المؤسسة، لكنها كثافات بسيطة جدا مش هتاخد مننا وقت. أما بقى اللي هياخد الطريق الزراعي المتجه لبنها وكفر شخ هيلاقي في عند منطقة كفر شكر يعني حالة من الانتظام المروري والسيولة المرورية المتجهة لمحافظات الدلتا من خلال الطريق الدائري. هلاقي كمان في بعض الكثافات البسيطة للي جاي من مناطق المرج ومؤسسة الزكاة ولغاية منزل الطريق الزراعي، ويفضل طبعا طريق شبرا بنها الحر للمتجه لبنها أو طنطا هو الطريق الأفضل في هذا التوقيت. أسوان اللي عادة مش بتشهد أي تكدسات مرورية هنتابع مع بعض من هناك، ونبتدي من ميدان السادات وشارع كورنيش النيل اللي بيشهد سيولة مرورية طول ما انت ماشي. بعض الكثافات دايما بتظهر عند منطقة الفنادق، وده بيكونش في دلوقتي مش في الوقت البدري ده، بعد التمركز ده بنلاقي سيولة مرورية تامة على طول الطريق. خلصنا جولتنا المرورية المبدئية، نروح على طول لأحمد والجمانة ونبتدي معاهم فقراتنا وحلقتنا. اتفضل يا أحمد واتفضل يا جمانة. شكرا منا. شكرا كمان، شكرا جزيلا، وأكيد هنرجع لك تاني على مدار الحلقة إن شاء الله. طيب النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن خلونا كالعادة نبدأ بالأخبار اللي حصلت امبارح، واللي أهمها أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وزير خارجية الجزائر وأكد على حرص مصر لتطوير العلاقات بين البلدين. ورئيس الوزراء تابع رفع كفاءة الخدمات السياحية في سانت كاترين تنفيذا لتكلفات السيد الرئيس. كمان عندنا الحكومة بتنفي تحذير المواطنين من الذهاب للمستشفيات، وده في حالة الشعور بأعراض كورونا. ومعنا أخبار تانية مع جمانة. صحيح أحمد، أيضا وزير الدفاع شاهد المرحلة الرئيسية لمشروع جالوت 9 بالمنطقة الغربية العسكرية، واستمرار فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تبوك 5 بالسعودية. أيضا وزيرة الثقافة أعلنت تفاصيل فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشروع 2 كفاية نفذ 8.5 مليون زيارة طرق أبواب للتوعية بتنظيم الأسرة، وأخبار تانية كتير لك البداية معها. شكرا لك يا جمانة. أول أخبارنا بتقول أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح السيد رمضان العمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، وأكد سيادته على حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في شتى الأصعدة، وده من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة، وده انطلاقا من العلاقات الأخوية اللي بتربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد رمضان العمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بوزير الخارجية الجزائري في مصر، طالباً سيادته النقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، ومثمناً سيادته المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين. كما أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة، وذلك للانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب اتساقاً مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه نقل الوزير العمامرة إلى السيد الرئيس رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضمنت اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات، معبرا عن تطلعه لمزيد من التنسيق والتشاور مع السيد الرئيس خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات المتعددة الأشكال التي تواجهها المنطقة والأمة العربية ودعم العمل العربي المشترك. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على أهمية عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء خلال العام الجاري، فضلا عن عقد الدورة المقبلة لآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيز
تعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون والتضامن. وعلى صعيد القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، تم التباحث حول مستجدات الوضع في ليبيا الشقيقة، حيث تم التوافق حول أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية خاصة العسكرية والأمنية، تعزيزا للجهود الدولية لإنهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في تونس الشقيقة، أكد الجانبان على استمرار الدعم العربي للرئيس قيس سعيد وما يقوم به من إجراءات وجهد حثيث لتحقيق الاستقرار في البلاد. امبارح كمان القوات المسلحة المصرية والسعودية وصلت تنفيذ فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تبوك 5، وده بيتم تنفيذه على مدار عدة أيام في السعودية، وبيشارك فيه وحدات من القوات الخاصة لكلا الجانبين، بالإضافة لعناصر من المشاة والمدرعات وعناصر دعم من الأسلحة التخصصية المختلفة. واصلت القوات المسلحة المصرية والسعودية تنفيذ فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تبوك 5، والذي ينفذ على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية، ويشارك فيه وحدة من القوات الخاصة لكلا الجانبين، بالإضافة إلى عناصر من المشاة والمدرعات وعناصر دعم من الأسلحة التخصصية المختلفة. وقد شهدت الأيام الماضية المراحل التمهيدية للتدريب، والتي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات من خلال عقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين. وتواصل عناصر من المشاة والمدرعات مدعومة بعناصر من الأسلحة التخصصية المختلفة التدريب على أعمال الاستطلاع واحتلال المناطق الدفاعية وصد وتدمير العدو باستخدام نظم ومقلدات الرماية المايلز لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة. وظهر خلال التدريب المستوى الراقي للقوات ومدى ما وصلوا إليه من تفاهم ومهارات ميدانية وقتالية عالية. كما قامت القوات الخاصة لكلا البلدين بتنفيذ أنشطة تدريبية مكثفة تخللها تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية، كذلك التدريب على أعمال الاقتحامات والإخلاء، وتنفيذ أعمال الكمين والإغارة على الأهداف المعادية، والتي تركزت على التدريبات الاحترافية لعناصر القوات الخاصة لكلا البلدين. فيما نفذت قوات المظلات تدريبات على الإعداد والتجهيز والتحميل للأفراد وتنفيذ عدد من القفزات المشتركة أظهرت مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من مرونة ومهارة عالية. ولمجابهة حروب الجيل الخامس تم عقد العديد من المحاضرات النظرية، ومنها محاضرة عن الأمن السيبراني والتي تتناول طرق التهديدات والهجمات الإلكترونية وأفضل الأساليب للتصدي لها. يهدف التدريب تبوك 5 إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والإدارة والتنفيذ، فضلاً عن دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسعودية. الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي جالوت 9 واللي بتجري المنطقة الغربية العسكرية، ويستمر لعدة أيام، ده بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسة وعدد من قادة القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي جالوت 9 والذي تجريه المنطقة الغربية العسكرية ويستمر لعدة أيام.
وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل للمنطقة الغربية العسكرية، مؤكدا على عزم مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية على بذل الغالي والنفيس للذود عن أمن الوطن والحفاظ على استقراره. بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين في المشروع في اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية، مشيرا إلى جهود القوات المسلحة المستمرة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة للحفاظ على مقدرات الوطن، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات وزيادة إمكاناتها وقدراتها في مختلف التخصصات، مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة. كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدراتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع امبارح رفع كفاءة الخدمات السياحية في سانت كاترين، وده تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال الدكتور مدبولي ان قطاع السياحة والآثار بيحظى باهتمام كبير وبيتم توفير كل الدعم ليه، وده من اجل زيادة الحركة السياحية الوافدة الى مصر. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الأخبار اللي تم تداولها في منشور منسوب لوزارة الصحة بيقول إنه اللي يحس بأعراض كورونا ما يروحش المستشفى، إن الوزارة هتبعت فريق استجابة يعمل له فحص في البيت. المركز الإعلامي تواصل مع وزارة الصحة لقالت إن ده منشور مزيف ومش حقيقي، وإنه الشائعة دي تم نفيها قبل كده بتاريخ 4 مايو 2021، والوزارة أكدت على إنه مفيش فرق طبية هتعمل فحص في البيت، واللي يحس بأي أعراض كورونا يتوجه فورا للمستشفيات المخصصة لاستقبال حالات كورونا، وهيتم إجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة. يعني مرة تانية عشان بس ما يحصلش لبس عند حضراتكم، في إشاعة بتقول إنه محدش يروح المستشفيات لما يحس بأعراض كورونا، إنه في فرق طبية هي هتيجي البيت. دي إشاعة، وإشاعة قديمة، يعني دي إشاعة دي كمان بالسنة اللي فاتت. اللي يحس بأي أعراض كورونا يتوجه للمستشفيات أو المراكز المتخصصة عشان يطمن على نفسه. بعد إذن حضراتكم مفيش فرق طبية بتيجي البيت، عشان حتى لو حصل بقى يعني على سبيل الغش، لو حد كلم حضراتكم إحنا فرق طبية بتيجي البيت والكلام ده، مفيش الكلام ده. للأسف في الفترة اللي فاتت في ناس بتقع فريسة لي، يعني بعض الناس اللي بيدعوا ان هم بيعالجوا جائحة كورونا او الفيروس ده تحديدا، وبيستغلوا الناس، هو استغلال مش اكتر. يعني صحيح. كل المستشفيات موجودة ومتاحة امام حضراتكم، ويمكن الحمد لله فضل ونعمة من عند ربنا ان الموجة الرابعة او الخامسة بقى الخاصة بأوميكرون، يمكن الموجة دي هي شديدة الانتشار او سريعة الانتشار، لكن مش شديدة العدوى، يعني الحدة بتاعتها اخف شوية الحمد لله. بس بعد إذن حضراتكم. طيب، معنا خبر تاني بيقول إن امبارح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عقدت مؤتمر صحفي. المؤتمر ده أعلنت فيه تفاصيل فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، واللي هيعقد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار هوية مصر الثقافية وسؤال المستقبل، ويقام في الفترة من 26 يناير وحتى 7 فبراير، وهتكون دولة اليونان ضيف شرف فيه. والكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، وهيشارك في المعرض السنة دي 1063 ناشر من 51 دولة.
معرض من المعارض المهمة جدا في الحقيقة جمانة، ويمكن الجديد في النسخة دي يعني بحسب ما قريت ان هي هيكون فيها نوع من انواع بقى التكنولوجيا، كل حاجة هتكون ليها من خلال الويب سايت، هيكون الذكاء الاصطناعي هو اللي بيسيطر وبيهيمن على هذه الدورة، ويمكن ده حاجة من مكتسبات بقى ما بعد جائحة كورونا اللي هو سرع من وتيرة الثورة الصناعية الرابعة، فأصبحت كل حاجة بتحكمها التكنولوجيا، وده في إطار التحول الرقمي اللي احنا رايحين طبعا له. بكل تأكيد، وأعتقد في يعني جزء مش بسيط الحقيقة، عدد مش بسيط من المصريين بيكون مهتم جدا بمعرض القاهرة، فيعني احنا كلنا مستنيين ومتأكدين ان شاء الله يعني هيخرج على اعلى مستوى زي ما احنا متابعين الحقيقة كل اللي بيحصل في مصر في على مدار الايام اللي فاتت. خلينا ننتقل لخبر اخر. امبارح وزير التضامن الاجتماعي نبيل القباج استعرض التقرير عن مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الاسر المستفيدة من تكافل، وتم التأكيد على انه مشروع 2 كفاية نفذ 8.5 مليون زيارة، طرق أبواب للتوعية بتنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة. وقالت الوزيرة إن المشروع ده بيستهدف 10 محافظات وهي الأعلى في معدلات الخصوبة، هي البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، إنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر وأسوان، ده بالإضافة كمان لحي الأسمرات. طبعا نقطة وملف وقضية مهمة جدا في غاية الأهمية. جدا بكل صح. تأكيد لأنه مهما بتاكل التنمية الزيادة طبعًا. السكانية بكل تأكيد احنا مهما عملنا من مشروعات ومهما حصل عندنا مشروعات تنموية، مهما حاولنا نعمل احنا بنجري، يعني المشروعات دي بتجري وفي نفس الوقت الزيادة السكانية بتجري، فعمرنا ما هنحس بأي مردود ولا هنحس بأي خير. يعني خلينا ناخدها على زي ما بيقولوا سكيل صغير، يعني نسبة وتناسب، صغير التنمية بتزيد تناسب. كل ما بتزيد معها الزيادة السكانية كأنك ما عملتيش أي حاجة. هي اسمها جودة المعيشة. لما احنا نخلف كتير، احنا المهم ان احنا نخلف كتير ونتعبهم ونشغلهم بدري ونجوزهم بدري ونعمل كل الكلام ده وما نعلمهمش وما نهتمش بصحتهم، ولا نخلف 2 نعلمهم كويس وناخد بالنا منهم وصحتهم تبقى كويسه، ايه احسن؟ وعاوزين نبطل المقوله اللي بتتقال دايما يعني عند اهلنا في الارياف تحديدا، فكره ان العيل بيجي برزقه. لا هو انا افكر العيل اللي هيجي ده هوفر له زي ما انت ما قلتي جوده تعليم عامله ازاي، شكلها عامل ازاي، جوده حياه شكلها عامل ازاي. انا خلفت حلو قوي اكيد ربنا هيرزقني، بس الرزق ده لما يروح لواحد او 2 ويتم الاستثمار فيهم بشكل جيد كتعليم كصحه كلبس حتى كاكل كشرب، ولا يبقى 4 يعني بالظبط. للاسف دي مشكله، ولكن عندنا حتى تشريعيا بقى في قوانين بتغلظ عقوبه ان كان زواج القاصرات او عماله الاطفال. يعني احنا اولادنا فعلا مهمين جدا، وولادنا هم مستقبلنا ومستقبل البلد دي، فلازم ناخد بالنا منهم، ناخد بالنا من تعليمهم من صحتهم. العيال عزوه طبعا طبعا، وان يكون عندنا اولاد كتير حوالينا حاجه حلوه، كل الكلام ده حلو جدا، لكن ده كان في وقت لهم زمان حياة شكلها عامل ازاي بالظبط. يعني ما عنديش مشكله انا اخلف 3 4 5، بس الفكره كلها هل انا قادر على فكره ان انا كل شخص فعلا هتسال انا يعني علمته ازاي، ربيته ازاي، وفرت له حياه شكلها عامل ازاي، فهل انا قادر على توفير حياه كريمه لكل شخص من الاشخاص اللي هيتم انجابهم، ولا فكره ان انا بخلف والعيل هيجي برزقه وخلاص وزي ما تيجي بقى قدرت اوفر له وفر له ما قدرتش خلاص. الام اللي بتتعب، يعني ده غير كمان صحيح. الام اللي بتبقى مجهده، فهو الموضوع فعلا مش بسيط ومش سهل ومش مجرد حملات توعويه بتحصل، لا الموضوع فعلا مهم جدا وقضيه مهمه جدا. طيب في قضية تانية لا تقل أهمية عن القضية الخاصة بملف الإنجاب والتعداد السكاني، وهي الجرائم اللي دايما يوم بعد التاني بيتم ضبطها من قبل وزارة الداخلية. عشان كده وزارة الداخلية نشرت امبارح فيديو بيوضح جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم غسيل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. في إطار تصدي أجهزة وزارة الداخلية لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية والإضرار بالمال العام، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيلين عصابيين بالقاهرة وسوهاج لقيام عناصرهما بغسل 52 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين
والإتجار في المواد المخدرة من خلال إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضي بهدف إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافاً للحقيقة. بحجم تعاملات بلغ طبقاً للفحص المستندي 20,340,000 جنيه تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط نشاط إجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث نجحت في ضبط عناصر 3 تشكيلات عصابية بالإسماعيلية والبحيرة يقوم عناصرها بتلقي تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل بث فيديوهات لأشخاص تلقى رواجاً وانتشاراً على شبكة المعلومات الدولية واستبدالها بالجنيه المصري وتسليمها لأصحاب الفيديوهات مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. الإدارة وعلى صعيد تصديها لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين تمكنت من ضبط تشكيل عصابي لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين بالإسماعيلية بادعائهم أنهم يملكون قطعة أرض أقام عليها مول تجاري خلافاً للحقيقة ورغبتهم في إنهاء إجراءاتها مقابل 10 ملايين جنيه. كما نجحت في ضبط مسؤول إحدى الوحدات المحلية سابقاً بكفر الشيخ استغل موقعه الوظيفي هو وآخر إبان فترة عملهما بالوحدة بالتواطؤ مع 4 من ملاك العقارات وتمكينهم من البناء على أراضي زراعية، الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام بقيمة 4 ملايين جنيه غرامات مستحقة لخزينة الدولة. تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإنشاء وإدارة كيان وهمي واستغلاله في إقامة الندوات والمؤتمرات للنصب والاحتيال على المواطنين بجمع تبرعات منهم بزعم أن الندوات المقامة تابعة لجهات حكومية وبحوزتهم أختام مقلدة وملصقات وشهادات منسوبة للكيان الوهمي. قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية تمكن من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصصوا في تزوير المحررات الرسمية لا سيما الأوراق الثبوتية وبحوزتهم الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير. ومن الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار والأحداث اللي هتحصل النهارده بإذن الله، النهارده طلاب سنة 4 ابتدائي هيؤدوا امتحان مادة اللغة الإنجليزية في 4 أيام امتحانات الترم الأول، طبعا كل التوفيق لأولادنا من طلبة الصف الرابع الابتدائي. يا رب 4 ابتدائي تحديدا، ده ملف من الملفات المهمة اللي الناس كلها بتعاني فيه يعني، فبنتمنى لهم كل التوفيق في التجربة الأولى بقى ليها. النهارده كمان هيتم قطع الكهرباء عن عدد من المناطق في غرب المنصورة ومنها منطقة مسجد العجمي وشارع محمد فتحي، وده بسبب أعمال الصيانة الدورية، وفصل الكهرباء هيكون من الساعة 9 الصبح ولحد الساعة 3 عصرا. ورياضيا النهارده الفريق الاول ونادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون هيواجه فريق فاركو الساعه 2:30 الظهر على استاد الاسكندريه ضمن منافسات الجوله الثانيه من المجموعه الثالثه لبطوله كاس الرابطه. لسه مستمرين في الاخبار الرياضيه، النهارده الجوله الثالثه من كاس الامم الافريقيه هتشهد ظهور اول سيده بتقود مباراه في البطوله عبر تاريخها، وهي الحكمه الرواندية سليمه موكانسانجا واللي هتدير مواجهه زيمبابوي وغينيا ضمن المجموعه الثانيه اللي بتضم ايضا السنغال وملاوي. بنرحب بحضراتكم من جديد. دلوقتي خلينا نروح بقى لجوله من الاخبار الخفيفه واللطيفه من مختلف انحاء العالم. هنبدا من روسيا. في سيده روسيه، ركز في الخبر بقى ده يا احمد، انا بركز قوي. في سيده روسيه سجلت في يوم عيد ميلادها المئوي رقم قياسي بوقوفها حافيه على القدمين، طبعا على مسامير لمده بتعذب نفسها ثانية. هنعرف دلوقتي، بس بتعذب نفسها، استنى هتنبهر دلوقتي. استنى، اتعملت حفله مخصوص في مدينه بلغرود الروسيه بمناسبه الاحتفال بهذه السيده اللي اطلقوا عليها الجده الحديديه ماريا كولتاكوفا. زي ما حضراتكم شايفين دي ماريا، والحقيقه ان الجده دي شاركت في بطولات كتير، يعني مثلا وهي عندها 98 سنه شاركت في بطوله الرمايه بالمسدس الهوائي، والسنه اللي بعدها اللي هي 99 سنه سائق دبابه، والسنه دي زي ما حضراتكم شايفين وقفت على المسامير لمده 100 ثانيه وهي عندها 100 سنه. شايفه الفيديو؟ انا شايفه ماريا بتتحدى ذاتها. انا مش عارفه، انا يعني خايفه اسالك لما حواري. انت بتقف بس 100 ثانيه عادي بتبقى عامل ازاي؟ انا بقف يعني نص ساعه، يعني بقى نص ساعه، انا بقف نص دقيقه تقريبا يعني مفاصلي بقى، عارفه انت يعني.
ما شاء الله يعني ما شاء الله. لا وبعدين بس مش عارفه هي مبتدئه من زمان ولا مبتدئه يعني يعني بس هي تقريبا اللي هي صحيا عندها مشاكل يعني خلاص بصي بصي وهم بيشيلوها خلاص يعني ممكن تكون مش حاسه مثلا هو ده تقريبا يعني خلي بالك ال 100 سنه برضو يعني ربنا يديها الصحه طبعا ويبارك ويطول في عمرها لكن 100 سنه وبتعمل اللي هي بتعمله ده هو في يعني مع تقدم العمر اكيد بيبقى في بعض الحواس لا بس يعني احنا 98 شاركت في بطوله الرمايه بالمسدس الهوائي كلها حاجات عنيفه سواد دبابه 99 سائد دبابه ف يعني مش عارفه اتمنى ان انت تعمل اي حاجه بالعافية. بتسوي العربيه في الاخر طيب خلونا نروح لخبر تاني وهو فيديو. الفيديو ده اتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبيظهر فيه اخطبوط غريب بيعوم فوق الحاجز المرجاني العظيم اللي موجود في شمال شرق استراليا. والمشهد الاستثنائي ده نشرته المواقع الاستراليه ونال اعجاب رواد السوشيال ميديا في العالم ككل وشاركوا ملايين من الناس وعبروا عن اعجابهم الشديد بيه. يعني دي كانت مجموعة من الأخبار الخفيفة كده من مختلف أنحاء العالم. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر المستمرة معاكم لغاية الساعة 10 صباحا. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول استنونا. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ودلوقتي هنروح لزميلتنا منى الشرقاوي ونعرف منها أحوال الطقس بالتفصيل. صباح الخير يا منى مرة تانية. الخير عليك يا أحمد من جديد. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس يكون بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ويكون مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء ممكن يوصل لحد الصقيع على وسط سيناء وفي النهاردة أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وكمان على جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر. ده غير طبعا أن في شبورة على الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد. خلينا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. نبتدي من القاهرة اللي العظمى فيها 16 والصغرى 8، الإسكندرية 16-8، مطروح 16-8، سيوة 15-4، بورسعيد 16-8، دمياط 16-8، الإسماعيلية 16-9 والسويس 15-10. العريش العظمى فيها 15 والصغرى 9، طابة 17-11، كاترين 8 وبتوصل الصغرى لدرجة الحرارة 0 التجمد، شرم الشيخ 17-13، الغردقة 18-14، الفيوم 16-7، بني سويف 16-6 والمنيا 16-5. أسيوط العظمى فيها 16 والصغرى 5، سوهاج 16-5، قنا 17-6، الأقصر 17-8، أسوان 17-8، الوادي الجديد 16-5، شلاتين 22-11، أما حلايب العظمى فيها 20 والصغرى 12. نرجع تاني لأحمد وجمانة نكمل باقي فقراتنا، تفضل. شكرا لك يا منى. شكرا. يوم بعد يوم الحقيقة العالم بيواجه الظواهر غريبة بسبب التغيرات المناخية وأصبحت خلاص قضية مطروحة على يعني في كل العالم قضية فعلا بقت هامة جدا. بعض التغيرات المناخية دلوقتي بقينا بنشهد ظواهرها زي مثلا الفيضانات اللي في البرازيل، معدلات الأمطار اللي ما حصلتش من 32 سنة وللأسف راح بسببها عدد كبير من الضحايا. دخلت البرازيل في حالة طوارئ بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. وشهدت ولاية باهيا شمال شرق البرازيل أضراراً هائلة فيما يحاول سكانها إنقاذ ما في وسعهم من منازلهم المتواضعة المغطاة بالطين تحت تهديد فيضانات جديدة.
ووفق السلطات المحلية يعد هذا أعلى معدل هطول أمطار منذ 32 عاماً في بهيا، وأثر على ما يقرب من نصف مليون شخص وشرد أكثر من 77 ألفاً. ويخشى خبراء الأرصاد الجوية أن تصل العواصف الرعدية العنيفة المحملة بالأمطار إلى الولايات المكتظة بالسكان في جنوب شرق البرازيل في الأيام المقبلة، لا سيما ولايات ميناس جرايس وريو دي جانيرو وساو باولو. ويراقب رجال الإطفاء في باهيا عشرات السدود التي تشرف على الانهيار والأنهار المهددة بالفيضان، وقد تضرر في الإجمال أكثر من 40 طريقاً. وعلى مدار الشهرين الماضيين قتل العشرات ونزح عشرات الآلاف من قراهم بسبب الفيضانات، خاصة في شمال شرق البلاد. وقامت السلطات البرازيلية بإجلاء المواطنين المنكوبين من خلال عمليات مشتركة باستخدام الطائرات والمعدات الضخمة لإغاثة السكان المحاصرين في المناطق التي غمرتها الفيضانات. أينما وجد الشباب وجد الإبداع، ويمكن دي السمة الرئيسية اللي كانت موجودة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم. كان وجهة مشرفة للشباب المصري تحديدا، وكان منصة مهمة جدا للحوار الجاد حول أهم الأفكار والقضايا الدولية. تعالوا نشوف مع حضراتكم المكاسب اللي حققتها مصر من خلال منتدى شباب العالم في التقرير التالي. منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة نجح في أن يكون فرصة حقيقية لتبادل الرؤى وإيجاد حالة من الحوار الجاد والبناء لتحقيق التنمية المستدامة من خلال أفكار وإبداعات شباب العالم، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ختام المنتدى بقوله: هذه الحالة الثرية من التنوع في الرؤى أوجدت لنا آفاقاً جديدة تلهمنا أفكاراً وسبلاً مستحدثة نحو حال أفضل بصورة مشرفة في الشكل والمضمون، حتى يعبر عن حجم المجهود المبذول من اللجنة المنظمة وكافة المشاركين سواء على المستوى الرسمي الحكومي أو الشباب من كل العالم. وقد شكل منتدى شباب العالم تجربة ناجحة لمواجهة فيروس كورونا، وكان ملتقاً ومنصة هامة للحوار الجاد والبناء لتحقيق التنمية المستدامة من خلال أفكار وإبداعات شباب العالم، وهو ما تمت ترجمته في تكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية بإطلاق حملة دولية قوامها شباب مصر والعالم للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية. وتمثلت مكتسبات المنتدى في تحقيق المساواة والعدالة والدفع نحو تمكين ذوي الهمم أو كل من هو مختلف ويستحق أن يندمج ويكون على قدم المساواة مع الجميع. وكذلك يسهم المنتدى في تعزيز التنمية والتعبير عن قضايا ومتطلبات الشباب الحقيقية وترجمتها على أرض الواقع، ويساعد أيضاً على نقل تجربة مصر الفريدة في البناء والتنمية والاقتصاد إلى دول أخرى للاستفادة منها. في الحقيقة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة اللي استمرت على مدار 4 أيام قدم نموذج رائع لأفكار شبابية وطاقات كلها بتواجه يعني الظواهر اللي حدثت في العالم ما بعد جائحة كورونا، وإزاي نقدر إن إحنا نعبر للمستقبل. ويمكن كان الشعار والسمة الرئيسية للمنتدى هو معا نعود، معا نعود من خلال التكاتف والتضامن نستطيع أن نعبر، نستطيع أن نتعافى، نستطيع أن نكون أفضل مما كنا، وهو ده اللي قدمه الشباب من خلال أفكارهم وأطروحاتهم. تعالوا دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء ومنة الشرقاوي، اتفضلي يا منة. شكرا لك أحمد. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي مع الجزائر على شتى الأصعدة من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيد رمضان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، حيث ثمن الرئيس السيسي المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين. من جانبه نقل الوزير العمامرة إلى الرئيس السيسي رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضمنت اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مستجدات الوضع في ليبيا الشقيقة، حيث تم التوافق حول أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية خاصة العسكرية والأمنية، تعزيزا للجهود الدولية لإنهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. أكد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الراسخ من دعم أمن واستقرار الإمارات. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. وتناول الاتصال الاطمئنان حول ما تردد عن انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق قرب مطار أبو ظبي الدولي، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين. كما شدد شكري على متابعة ما نقل عن قوة الحوثي بشأن تنفيذ عملية نوعية في العمق الإماراتي، مؤكدا على إدانة مصر لأي عمل تنفذه قوة الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعمها لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل يستهدفها. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1100 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 334,629 حالة. وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي تسجيل 1232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس ومتحوراته، مشيرة إلى وفاة 31 حالة جديدة. أعلنت أستراليا تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة يومية للوفيات منذ بدء الجائحة. هذا وتسبب انتشار سلالة أوميكرون سريعة العدوى في رفع معدلات نقل المصابين للمستشفيات إلى مستويات قياسية، حتى مع تراجع الإصابات اليومية بشكل طفيف. وقالت السلطات الأسترالية إن الشباب غير المطعمين يشكلون عددا كبيرا من الحالات التي دخلت المستشفيات في البلاد. هذا وسجلت أستراليا نحو 1,600,000 إصابة منذ بدء الجائحة، منها 1,300,000 في الأسبوعين الماضيين، وبلغ إجمالي الوفيات 2,757 وفاة. أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 238,018 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 37,620,000 حالة. وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أنها سجلت 310 وفيات جديدة في البلاد، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 486,761 حالة. ختام موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنرحب بحضراتكم من جديد. خلينا نروح دلوقتي لمكتبة الإسكندرية واللي بتشهد تدشين مبادرة كتاب وشاشة. هذه المبادرة عبارة عن دورة تدريبية جديدة لمحو الأمية لمدة 7 شهور.
هيكون فيها متخصصين في برنامج القراءة السهلة وإدماج الهاتف المحمول في العملية التعليمية. ده طبعا باعتبار الهواتف المحمولة من أهم الوسائط المستخدمة حاليا في القراءة والكتابة. معنا دلوقتي على الهاتف أستاذة منار بدر كبير مكتبيين بقطاع المكتبات في مكتبة الإسكندرية. صباح الخير على حضرتك يا فندم وأهلا بيكي معنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بيكم. اهلا بحضرتك. لو توضح لنا يا فندم مبادره كتاب وشاشه دي هتكون عباره عن ايه وبتستهدف كمان يعني القطاعات المستهدفه او المواطنين المستهدفين من قطاع محو الاميه؟ يعني هو الحقيقه هو كتاب وشاشه عباره عن برنامج تجريبي احنا بنجرب فيه منهج جديد احنا حاليا بنشتغل عليه لمحو الاميه. اللي خلينا نفكر في الحكاية دي ان طبعا الهيئة العامة للتعليم الكبار طبعا بتبذل مجهود كبير جدا في مجال محو الأمية، بس اللي بيحصل احيانا ان الناس بترتد للأمية نظرا لانها ما بتستخدمش القراءة والكتابة بعد كده. فاحنا كمكتبة حبينا نقوم بدور ان الناس ما تنساش القراءة، وده من خلال نشاط شهري كنا بنقدمه اللي هو برنامج القراءة السهلة. هو عبارة عن جلسة جماعية بنقرأ فيه في موضوعات مختلفة. فطبعا من خلال بقى الشغل بتاع جلسات القراءة السهلة أخذنا بالنا إن في صعوبات معينة يعني عند الناس برضو بالنسبة للي هم اتعلموه. يعني معظم المناهج عندنا مشكلة فيها في محو الأمية يعني، وبرضه على فكرة في التعليم المدرسي، إن هي بتتعامل مع اللغة العربية الفصحى باعتبار إن الناس دي لغة أم بالنسبة لها. وده الحقيقة اتضح إنه افتراض خاطئ تماما، لأن يعني فعلا لما تقعدي مع ناس لسه بتتعلم وتشوفي هما بيقروا ازاي كلمات اللغة العربية الفصحى تلاقي إنها كلها غريبة بالنسبة لهم. فطبعا يعني احنا معظم مناهج التعليم ومحو الأمية عندنا قائمة على ان انا بدخل حاجتين في وقت واحد. ان انا بدخل مهارة القراءة والكتابة من ناحية، ومن ناحية تانية بدخل اللغة العربية الفصحى، فالاثنين في نفس الوقت حاجة صعبة جدا. فاحنا في مكتبة اسكندرية فكرنا ان احنا نفصلهم عن بعض، ان احنا الاول نعلم مهارة القراءة والكتابة، وبعد كده ننتقل بقى لفكرة تعليم اللغة العربية الفصحى ونتعامل معها فعلا بالاستفادة من اللي هي أساليب تعليم اللغات الأجنبية، لأن احنا لغاية دلوقتي يعني ما فيش برضو ربط قوي بين أساليب تعليم اللغات الأجنبية وبين تعليم اللغة العربية. نعم. فخسارة، لأن ممكن الواحد فعلا يستفيد منها يعني. نعم. طيب. ويمكن عشان برضو يعني أنا عندي خبرة سابقة في تدريس اللغات الأجنبية حتى وإن كانت اللغة الألمانية يعني. فممكن الواحد فعلا يستفيد من حاجات كتيرة أوريدي بيتم الاستفادة بيها في مجال تدريس اللغة العربية للأجانب كمان. نعم. بس ما وصلتش لمجال محو الأمية والتعليم المدرسي للأسف لسه. يعني مجهود كبير في الحقيقة بتقوموا بيه، وفكرة كمان تعليم اللغة العربية الفصحى زي ما حضرتك قلتي ده يعني حاجة أنا سعيد بيها في إطار الحفاظ على الهوية المصرية. لكن بالنسبة للمدرسين بقى، هل بيتم اختيارهم كلهم من مكتبة الإسكندرية ولا بعضهم من أماكن تانية؟ هو إحنا طبعا عشان هو مشروع تجريبي يعني يعتبر فعلا بحث تجريبي بنعمله يعني، فاحنا حاليا طبعا بنتحرك في اطار المكتبه يعني في زملاء من المكتبه، فريق نعم. من الزملاء يعني بيشتغلوا مع بعض على الموضوع دوت، واحنا يعني عاملين فتحنا فصل تجريبي عشان طبعا ما ينفعش ان انا اشتغل على منهج من غير ما اجربه على الطبيعه. نعم. ده اساسي يعني، لازم الاول نجرب ونعدل ونحسن وبعد كده بقى نقدر نقدمه يعني. بكل تأكيد يا فندم. كمان فكرة دمج أو التعليم من خلال الوسائط المتعددة أو من خلال التليفون أو باستخدام التليفون دي نقطة مهمة جدا، لأنه عادة هو ده اللي بيكون دايما في إيدينا وده اللي بنحاول نستقي منه كل معلوماتنا الحقيقة مؤخرا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذة منار بدر كبير مكتبيين بقطاع المكتبات في مكتبة الإسكندرية، بشكرك شكرا جزيلا. طيب نروح لفيروس كورونا وتحديدا
متحور أوميكرون، لأن في دراسات كتيرة بيقوم بيها العلماء والأطباء علشان يتعرفوا على الأعراض الجديدة للمتحور ده، متحور أوميكرون حول العالم. آخر هذه الأعراض كشفت عنها طبيبة إنجليزية وأكدت أن أوميكرون ممكن يعمل التهابات في جفون العين، وبيظهر حاجة اسمها العين الوردية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور أيمن الشربيني، أستاذ الفيروسات بجامعة زويل. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك ومشاهدينك الكرام. يعني عاوزين نعرف من حضرتك الأعراض اللي بيصيب بيها أو اللي بتظهر على مصابين متحور أوميكرون، وهل هو فعلا بيؤدي لالتهابات في جفون العين زي ما الدراسات الإنجليزية قالت؟ طيب، هو بداية الفيروس كورونا بيدخل أساسي من ثلاث اتجاهات. الاتجاهين الأساسيين هو الأنف والفم، وده نسبة الإصابة بتبقى عالية جدا بيهم، وثبت علميا أنه قد ينتقل عن طريق العين ويصيب بعض الأغشية، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت أنه ممكن يسبب التهاب ورد. أيضا ممكن يدخل من القناة الدمعية اللي بتصل العين بالأنف وتصل الحنجرة، فالتواصل ده القناة دي ممكن تنقل، ولكن ده نادر جدا 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 انه ممكن يحصل، وبيحصل في حالات معينة زي شخص عطس في وجه شخص أمامه، أو ان الفيروسات معلقة في الجو من حد عطس قبل كده، اللي هي الذرات الصغيرة وبدأت تصل للعين، فبتبدأ تعمل التهاب للأغشية العين دي بشكل ما. وفي الحالات المتقدمة جدا لو الجرعة كبيرة ممكن تصل عن طريق الشعيرات الدموية وتتخلل بعد إتلاف الفيروس للشعيرات دي، تدخل في مجرى الدم، ولكن دي حالات نادرة جدا جدا وثبتت مع فيروسات أخرى. طبعا هو يعني الأوميكرون بالنسبة لدلتا والمتحورات الأخرى هو الحمد لله أقل ضررا بشكل كبير جدا، ولكنه اكثر انتشارا بنسبه اكبر بكثير جدا، قد تصل الى 20%. وطبعا ده معدل انتشاره الزائد ممكن انه يؤدي الى بعض الاعراض نتيجه كثره انتشاره، ممكن تحصل في بعض الاشخاص انه ممكن يحصل التهابات في العين، التهابات الورديه دي نتيجه الاصابه، فده وارد ولكن نسبته قليله جدا مقارنه بطرق الإصابة الأخرى اللي هي عن طريق الفم والأنف، نتيجة لأن هو فيروس بيصيب الجهاز التنفسي، فأفضل الطرق له هو الأنف والفم، ولكن لا يمنع ذلك أنه قد تظهر حالات نادرة. طيب دكتور أيمن، يمكن في بداية ظهور جائحة كورونا وبداية ظهور فيروس كورونا سمعنا برضو أنه بينتقل ممكن عن طريق العين زي ما حضرتك وضحت، وانه حتى من بعض اعراضه هو بيكون في احمرار في العين او العين الورديه او ما الى ذلك، انه العين كمان من الاعضاء المصابه او بيبقى فيها بيظهر عليها اعراض. يعني يمكن دي سمعناها فعلا قبل كده لكن ما بقتش متداوله بشكل كبير، فسؤال حضرتك، هل احنا اهملنا الى حد ما في ان احنا نفحص العين او ان احنا حتى نتخذ اجراءاتنا الوقائيه بما ان العين ممكن تكون من ضمن المناطق المصابه؟ والسؤال لحضرتك كمان سؤال اخر، هو ازاي نقدر نحمي نفسنا؟ هل دلوقتي لازم نلبس مثلا فيس شيلد، القناع اللي بيغطي الوجه كامل، ولا ما زلنا متمسكين بالماسك القناع العادي؟ طبعا هو لم يتم اهمال العين كمصدر، وتم الاعلان عنها منذ البدايات، ولانها اساسا ممكن تحدث بفيروسات مشابهه جدا لفيروس كورونا ان تحدث عدوى للعين، ولكن هي نظره حدوثها ومحتاجه جرعه اكبر ان يحصل الانفكشن او العدوى دي في العين مقارنه بالانف والفم. وفي الحقيقه العلماء اكتشفوا ارتباط كورونا باصابات العين نتيجه للممارسات الجيده اللي كانت بتتم عند بعض الاشخاص بلبس الماسك الفيس ماسك اللي هو الفم العادي ومع تطبيق التدابير الاحترازيه، ووجدوا ان هناك عدوى بالفيروس كورونا، وثبت بنسبه كبيره انه قد يكون انتقل عن طريق العين في الحاله دي. فطبعا هو الفيس شيلد مهم جدا، وطبعا منظمه الصحه العالميه وكل الجهات المعنيه بما فيها وزاره الصحه المصريه اكدت عليها في فترات معينه انه قد يكون ضروري ارتدائه في الحالات التكدسات بين الناس، سواء كانت في وسائل النقل العامه المتكدسه او في التجمعات المختلفه، فهو واقعي بشكل كبير جدا انه بيمنع اصابه العين. وده كان
دكتور أيمن، يعني حسب ما بيشاع أو بيقال إن فكرة كده، حضرتك بتأكد المعلومة دي، إن فيروس كورونا يعني أو تحديدا أوميكرون المتحور أوميكرون من كورونا هو بيصيب المنطقة العليا من الجسم مش الجهاز التنفسي، ويمكن ده سبب في إن فكرة حالات الوفاة أقل الحمد لله فيه. ده أكيد يا فندم، الأوميكرون بيصيب الجهاز التنفسي العلوي، والحمد لله لا يسبب التهابات رئوية زي دلتا، وإن حدثت بتحدث بنسبة بسيطة جدا وعند الأشخاص اللي هم عندهم أمراض مزمنة أو مناعتهم فيها مشكلة، ولازم يكون في جرعة عالية الشخص ده تداول، لأن قدرته على الارتباط بالفيصلات الموجودة في الشعب الهوائية أقل بكثير من دلتا، وده من فضل ربنا لأنه معدل انتشاره عالي جدا. تقريبا الشخص ممكن يأدي 15 أو 16 شخص في محيطه مقارنة. يعني فكرة سرعة الانتشار، علشان كده الإجراءات الاحترازية يعني الطبيعية اللي احنا قلنا عليها من بداية انتشار فيروس كورونا كماسك واقي هي الأهم علشان نقلل من حدة الانتشار. الدكتور أيمن الشبيني أستاذ الفيروسات بجامعة زويل، بنشكر حضرتك يا فندم. هيا ننتقل لموضوع آخر، موضوع هام جدا الحقيقة، في أجواء من الاستقرار والتنمية مستمرة في محافظة شمال سيناء، والحالية متمثلة في استكمال عودة المواطنين لقرى الشيخ زويد وزيادة التعويضات بنسبة 50% على قيمة التعويضات اللي قدرتها اللجان. ده بالنسبة للمباني المهدمة جزئيا، والمباني دي كل هيحصل أصحابها على تعويض بنسبة 100%. معنا دلوقتي على التليفون اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عشان نتعرف منه على كافة التفاصيل. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا، صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين كلهم إن شاء الله. أهلا بحضرتك يا فندم، يعني خطوة إيجابية وتسعدنا جميعا. لو حضرتك تكلمنا يا فندم عن عملية تنفيذ خطة عودة المواطنين لقرى الشيخ زويد بعد إجراء عملية التطهير والتطوير كمان. خلينا نعيد الفضل لأهله، يعني ومن خلال القناة الأولى نوجه تحية شكر وتقدير إلى رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة اللي موجودين في محافظة شمال سيناء على المجهود الجبار اللي بيبذل عشان نوصل في الآخر إلى اللي احنا موجودين عليه. بكل تأكيد يا فندم، احنا طبعا الأهالينا في منطقة الخروبة، ودي أحد قرى الشيخ زويد، وهي ما بنقول قرية في توابع لهذه القرية، وقرية الخروبة دي بيتبعها 14 تابع برضو على يعني على أحجام محددة. يعني احنا الناس ديت انضروا من المواجهات الأمنية اللي كانت بتتم بين الأجهزة الأمنية وبين العناصر التكفيرية، والحمد لله القرية بالكامل امبارح كان يوم عيد وفرح بالنسبة للقرية بعودة أبناء القرية إلى منازلهم وإلى مزارعهم، ودي أهم حاجة يعني اللي بتعتبر أهم من المنازل المزارع، لأن منطقة الخروبة دي كانت منطقة مشهورة بأجود أنواع الزرع، الزيتون واللوز، ويعني عديد من أنواع الفواكه أو الزراعات كانت موجودة في منطقة الخروبة، فالناس سعيدة جدا بعودة إلى مزارعها نمرة واحد ثم إلى مساكنها نمرة اتنين. احنا طبعا هذه المواجهات نتج عنها حاجات كتير، يعني تدمير في بعض المنازل، قد يكون تدمير جزئي أو تدمير كلي. وخلينا أقول لحضرتك إن إحنا لغاية دلوقتي يعني حوالي 4 مليار جنيه تم تسليمهم إلى أهالينا في رفح والشيخ زويد كتعويض عن الخسائر اللي هي حصلت. وأنا بقول إن أنا شخصياً عارف كويس قوي ان حجم التعويض برضو غير كافي لإعادة ما تم تدميره، ولكن انا بعتبرها بداية، ووجه برضو تحية شكر الى يعني منظمات المجتمع المدني، لانهم فعلا في جماعات كبيرة ومش عايز اذكر اسماء يعني بتساعد اهالينا في استعادة الكفاءة، سواء بقى عن طريق
الابار عن طريق الاسقف للمنازل اللي ممكن تتسقف والناس تسكن فيها. يعني كل الجهات شغاله في هذا الاتجاه. هو يوم عيد يا فندم زي ما حضرتك قلت. تمام، وفعلا يعني الناس جايه وبتقول ان هي لا يعني عايزه تقعد كده في الطل، بس يبقوا قاعدين في ارضهم وفي اماكنهم اللي هم اتربوا فيها واتولدوا فيها كده ان شاء الله. يمكن سياده اللواء الفضل في ده زي ما حضرتك ذكرت في البدايه ل يعني جهود قوات الشرطه والجيش المصري، يعني بنتكلم على حق الشهيد واحد وحق الشهيد اثنين مرورا او انتهاءا بالعمليه الشامله سيناء 2018 اللي بدات 9 فبراير. ويمكن انا كان ليا الحظ ان انا اكون موجود في يوم 12 فبراير مع انطلاق العمليه الشامله سيناء 2018 وشفت الحال هناك كان عامل ازاي وشفت المواجهات اللي كانت بتتم. يمكن كانت يعني المواجهه هناك هي مواجهه ليست وجها لوجه، كانت يعني عبوات ناسفة بيتم وضعها، كانت قناصة، والحمد لله قدرت الأجهزة الأمنية سواء كانت جيش أو شرطة للتصدي ليها وتطهير سيناء. فالحمد لله اللي احنا وصلنا له ده نتيجة الأجهزة الأمنية وجهودها وأهالي سيناء أيضا اللي كانوا بيعاونوا قوات الجيش والشرطة. والنهاردة الحمد لله اتحقق النصر ورجع الأهالي مرة تانية، لكن عاوزين نعرف ازاي بيتم تقنين وضع الأبنية المهدمة وهل في لجان بتتولى هذا الأمر؟ طبعا احنا مشكلين لجان، وكان صادر بتشكيل هذه اللجان من ساعة من بداية الأعمال المواجهة دي الأمنية، كان صادر قرار بيها من السيد رئيس مجلس الوزراء، واحنا ماشيين على هذا القرار وفي لجان متشكلة، واحنا بيبقى عندنا نوعين من التعامل في المباني. مباني تم هدمها هدم كلي، ومباني فيها خسائر جزئية، بيحصل عملية تقييم للمباني اللي هي فيها هدم جزئي، إنما الهدم كلي ده خلاص البيت كله بيتعوض صاحبه عنه وبياخد القيمة بتاعته. وأنا بأكد تاني وأنا أهلنا يعني في شمال سيناء سامعيني إن أنا عارف كويس قوي إن قيمة التعويضات رغم كميتها الكبيرة، أنا بقول إحنا صرفنا لغاية دلوقتي تعويضات وحاجات حوالي 4 مليار جنيه، ولكن احنا بنقول ان دي بتبقى البداية، وان شاء الله الدولة بقى هتتدخل في بناء اسكان في مختلف المناطق، عمارات منفصلة او بيوت بدوية منفصلة لصالح اهلنا في سواء في رفح او في الشيخ زويد. واحنا دلوقتي يعني على مشارف ان شاء الله ان احنا نستلم مدينة رفح الجديدة، حاجة بقى عملاقة 10660 شقة، حوالي 400 منزل بدوي، يعني حاجة إن شاء الله مشرفة، إن شاء الله تبقى القناة الأولى على قمة القنوات التلفزيونية اللي تنقل الشكل اللي موجود عليه مدينة رفح الجديدة. إن شاء الله يا فندم، وده شرف لينا الحقيقة اللي احنا نكون موجودين وننقل الجهود اللي حضرتك بتقوم بيها والأجهزة أيضا الأمنية بتحققها بأمن وأمان واستقرار في شمال سيناء. سيادة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. طيب خلينا دلوقتي نروح لمنى وتقولنا آخر أخبار بقى الرياضة المحلية والعالمية. منى متهيألي في أخبار رياضية كتير، وإحنا كمان منتخبنا في كمان أخبار، ده في أخبار كتير النهاردة المنتخب وأخبار صلاح امبارح، في حاجات كتير قوي هنتابعها النهاردة. اتفضلي. شكرا ليكي جوانا، صباح الخير على كل مشاهدينا، أهلا بيكم من جديد مع جولة من أهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. امبارح كلنا كنا بنتابع حفل توزيع جوائز بست لعام 2021 في زيورخ في سويسرا، واللي كان طبعا بينافس فيها على اللقب للمرة الثانية نجمنا العالمي محمد صلاح مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان والبولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ. طبعا للأسف محمد صلاح ما حلفوش الحظ وحصل على المركز الثالث. الجائزة حصل عليها روبرت ليفاندوفسكي
كمان بكرة إن شاء الله المنتخب حيواجه منتخب السودان في الجولة الثالثة والأخيرة في الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون زي ما قلنا في الأخبار من شوية. خلينا عشان نعرف تفاصيل أكتر ونعرف الكواليس نرحب بالأستاذ كريم سعيد الناقد الرياضي ورئيس تحرير يلا كورة. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير لكل السادة المشاهدين. طبعا امبارح قاعدين بنتابع ايه اللي بيحصل في جايزه ذا بيست. للمره الثانيه صلاح بيترشح وللمره الثانيه صلاح بياخد المركز الثالث. عايزين نفهم بقى ليفربول السبب ولا النتائج اللي حصلت والموسم اللي فات 2021 وعدم توفيق ليفربول وخروجه كده ايديه فاضيه من اي منافسات ده اللي ما ساعدش صلاح ان هو يترشح لمركز افضل بكتير؟ ربما ربما ان طبعا ارقام ليفاندوفسكي تكون افضل من ارقام كريم. انا مش سامعاك خالص عذرا في مشكله في الصوت. كده كويس؟ كده كويس يعني افضل بس برضه لسه الصوت ضعيف. كده الصوت كويس؟ اه كده افضل بكتير اتفضل. تمام. بقول ان ارقام ليفاندوفسكي افضل من محمد صلاح. كمان البطولات اكيد ان محمد صلاح ما حققش بطولات مع ليفربول السنه اللي فاتت امر اثر على اختيارات المدربين واختيارات يعني كباتن الفريق وكمان الجزء بتاع الاعلام. احنا عارفين ان الجائزه منقسمه الى اربع اقسام 25% من كل من الجمهور والكباتن والاعلام والمدربين. محمد صلاح انا ما احسش ان هو يزعل لو ليفا هو اللي كسبها لان ليفا فعلا مقدم يا اخر موسمين بشكل مميز جدا 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 جدا. انا كنت ممكن يعني ازعل شويه لو كان ميسي لان ميسي ربما ما يكونش قد المردود اللي انا اشوف ان هو يتوازن مع محمد صلاح حتى لو بعض الارقام ميسي تفوق فيه على صلاح. لكن انا اشوف صلاح كان مستواه واهدافه مؤثره قدام فرق قويه وقدام وكمان كانت حاسمه دي بالنسبه للدفاع. اشوف محمد صلاح برده ما يزعلش يعني ان خلاص ان شاء الله باذن الله احنا بنقرب شويه يعني اعتقد يعني ربما تكون دي السنه الاخيره لميسي ان هو ممكن يوصل فيها للشورت ليست. واعتقد ان محمد صلاح اذا ثبت على المستوى اللي بدا بيه الموسم ده او السنه دي اعتقد باذن الله يبقى مرشح بقوه للحصول على الجائزه السنه الجايه. يمكن لو دخلنا اكتر بطولات مع منتخب مصر او لو قدرنا نحقق بطوله قاريه مع منتخب مصر ده ممكن يكون داعم لصلاح في المنافسات الجايه او فكره حصوله على اي القاب في الفتره الجايه ممكن يدعمه في ترشحه للقب في ذا بيست بعد اربع سنين تاني. اكيد طبعا يعني اداء اللاعب مع المنتخب الوطني بيضيف له كتير مع ادائه مع النادي. احنا اكيد طبعا اداء الفريق اللاعب يعني مع النادي يبقى ظاهر طول الموسم. بس هو الفكره طبعا ان منتخب مصر يعني ما كانش عنده استحقاقات يعني رسميه في الفتره دي زي مثلا ما كان ميسي عنده كوبا امريكا مثلا يعني. فانا اعتقد ان شاء الله يعني كلامك صح وباذن الله محمد صلاح يقدر يحقق مع منتخب مصر خلال السنه يعني احنا بنتكلم في سنه هو بدا في الامم والحمد لله يعني الوضع بيتحسن شويه للمنتخب عن البدايه وعندنا برضو التصفيات النهائيه للمونديال وعندنا مونديال اخر السنه. فان شاء الله باذن الله الوضع لمحمد صلاح مع المنتخب بيبقى افضل عن السنوات اللي فاتت. احنا عنا على ان صلاح يبقى تاني لاعب من بره افريقيا ومن بره اوروبا من بره عفوا اوروبا وامريكا ان هو يحصل على لقب ذا بيست بعد طبعا جورج وايا 95. هل نقدر ندعم صلاح ازاي اعلاميا او نقدر ندعم صلاح في التشجيع اكتر لانك زي ما كنت بتقول تقسيم الجائزه لاربع اقسام ممكن ندعم في اقسام اخرى اذا لم يتاح لصلاح يعني الحصول على القاب مع ليفربول؟ هو يعني بنسبه كبيره جدا يعني وصول صلاح للشورت ليست يعني اعتقد هو بالنسبه بتاعت ال 25 هي فيري شورت ليست. فكره انهم ثلاث مرشحين فقط ده رقم حقيقي متميز يعني اعتقد هو يعني خد نسبه كبيره منها يعني هو ممكن ربما التصويت بتاع يعني كباتن الفرق والمدربين هو ده ربما يكون اللي قلله شويه عن المنافسين. لكن ان شاء الله باذن الله باذن الله السنه الجايه اكيد مع كل الدعم بتاعنا وكل الدعم للجمهور على السوشيال ميديا ما اعتقدش في استفتاء بيطلع على السوشيال ميديا في محمد صلاح في اي حد تاني بيكسبه. فبالتالي ان شاء الله باذن الله باذن الله الدعم بس يتبقى زي انت حضرتك اتفضلتي وقلتي محمد صلاح مع المنتخب.
طيب التويتس امبارح اللي كانت عمالة تتحرك كده بين وكيل صلاح رامي عباس وبين أحد الصحفيين الإنجليز، كان في كلام كده موجود إن ده ممكن يكون مؤشر إن الأمور مش طيبة جدا بين صلاح وبين ليفربول، وإن قد يحدث عدم تجديد للعقد. هل ده وارد خصوصا بعد النتائج الأخيرة لليفربول؟ طبعا التويت اللي رامي عملها لفابريزيو، فابريزيو واحد من أشهر طبعا الصحفيين الموجودين في اوروبا اللي بيغطوا خصوصا الموضوع انتقالات اللاعبين واللي يملك الكواليس وكمان اللي عنده، يعني دايما فابريزيو مشهور بان هو بيبقى اول واحد بيقول او بيتنبا بانتقال لاعب من نادي كبير لنادي كبير تاني. فطبعا انا في وجهه نظري رامي ما كتبش التويته دي هراء، وحته ان هو يقول لحد كل سنه طيب او يعني بيهنيه بالسنه الجديده بعد مرور ما يقرب من اسبوعين على بدايه السنه، طبعا ده امر مش جاي كده صدفه، وانما اعتقد هو رساله خفيه، لانه واضح ان ربما يعني كل التقارير اللي دايما ليفربول بتقول ان اداره ليفربول عندها مشكله، اللي طلبه وكيل محمد صلاح، وكيل محمد صلاح طلب راتب يقترب من 400,000 جنيه استرليني في الاسبوع، وهو يخليه تاني اعلى راتب في الدوري الانجليزي، يعني رونالدو اللي بيتقاضى حوالي 500,000 استرليني في الاسبوع مع اليونايتد. فاعتقد ده ربما هو اللي عامل ازمه، لان برضه ليفربول ربما يكون اسم كبير، ولكن على المستوى الفاينانشال المستقبلي ما يقدرش فعلا يدفع كم من الرواتب، ان برضه ليفربول يبقى من الانديه اللي في انجلترا اللي كانت دايما بتطلع لعيبه وتوصل بيها لمستوى معين بعد كده تبيعها. ليفربول ما عندوش القدره الماليه زي مان سيتي مثلا في الوقت الحالي ان هو يقدر يدفع رواتب عاليه لسنوات طويله. فاعتقد تويته رامي عباس بتشير لحد كبير ان ربما كل المفاوضات وصلت لنقطه ملهاش علاقه ان شاء الله. طيب يعني قبل ما نختم يعني لقائنا كده سريعا، ايه اللي هيحصل بكره؟ كيراش لا يتوقف عن مفاجاتنا كالمعتاد، لكن المفروض ان مباراتنا بكره قدام السودان تكون اوراق فنيه كده كيراش مجهزها ومعروفه بالنسبه لنا، متوقع ايه اللي يحصل بكره؟ في وجهه نظري الشخصيه اشوف المباراه يعني المفروض ان هي سهله بالمساحه اللي تدي كيروش، لو هو حتى عايز يعمل اختراعات في التشكيل ما فيش مشكله، مش يعني في فجوه في المستوى الفني بيننا وبين المنتخب السوداني، ولكن احب اتمنى ان هو يشتغل صح من دلوقتي، لان احنا يعني لحد ما يعني لنا بصيص من الامل في المشوار بتاعنا، لان خصوصا بعد هزيمه الجزائر خلاص تاكد ان مصر عمرها ما هتلاعب الجزائر في دور 16. اتمنى بس ان هو يفكر في الدفع بزيزو من البدايه بدل من عبد الله السعيد في مركز نص الملعب، اعتقد ده امر هيسهل له حاجات كتيره خصوصا في الشق الدفاعي ورا صلاح لما ما بيرجعش محمد صلاح للدفاع. اكيد. كريم سعيد الناقد الرياضي ورئيس تحرير يلا كوره، شكرا جزيلا على مداخلتك، وشكرا جزيلا على توضيحك لنقط كتير جدا احنا كنا محتاجين نعرف عنها شويه تفاصيل. خلينا بقى دلوقتي نروح لمحمود جميل زميلنا في صباح الخير يا مصر عشان نتعرف على احوال المرور النهارده من داخل الاداره العامه للمرور. صباح الخير عليك يا محمود، الجو صقيع النهارده والجو برد جدا، واعتقد ده ممكن يكون بيأثر على حاله المرور، ناس كتير اللي متاح له انه ما ينزلش من بيته اعتقد مش هيتردد للحظه انه ما ينزلش. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. طبعا هو متوقع النهارده في حاله الطقس انه يكون طقس مائل للبروده كما يعني اعلنت هيئه الارصاد الجويه، لكن يمكن ده مش هياثر قوي على حركه المرور في شوارع الجيزه. يمكن احنا النهارده ما فيش حتى الان شبوره ولا يعني في اي عطل في الحركه المروريه، كل الشوارع فيها
حالة استقرار طبيعية، وده هنشوفه من خلال طبعا الكاميرات المثبتة للإدارة العامة لمرور الجيزة. هناخد جولة كده في شوارع الجيزة ونتعرف على الحالة المرورية النهاردة أخبارها إيه. فهنبدأ مع حضراتكم دلوقتي، وأول ميدان هنبدأ بيه هو ميدان الرماية. ميدان الرماية زي ما حضراتكم شايفين هيكون فيه سيولة مرورية بالنسبة للمتجه إلى منطقة حدائق الأهرام أو طريق الفيوم أو مدينة 6 أكتوبر، هيكون فيه سيولة مرورية تامة موجودة. أيضا الاتجاه الآخر القادم من طريق حدائق الأهرام أو مدينة 6 أكتوبر وطريق الفيوم ومتجه إلى شارع الهرم أو شارع فيصل، هيكون طبعا فيه سيولة مرورية عندنا في ميدان الرماية رغم وجود الأعمال الإنشائية الخاصة بمترو الأنفاق. من ميدان طبعا الرماية بالنسبة للمتجه إلى مدينة 6 أكتوبر هيكون عندنا ميدان الحصري، لازم أن احنا نتعرف على الحالة المرورية الموجودة في ميدان الحصري. بالنسبة للقادم لميدان الحصري هيكون في سيولة مرورية موجودة في هذا الاتجاه، وأيضا الخارج من ميدان الحصري باتجاه محور 26 يوليو هيكون أيضا في سيولة مرورية موجودة في جميع الاتجاهات الخاصة بميدان الحصري. من ميدان الحصري ننتقل إلى الجيزة وتحديدا في كوبري الدقي هيكون في سيولة مرورية بالنسبة لهذا الاتجاه، وهو المتجه إلى شارع البطل أحمد عبد العزيز وجامعة الدول العربية قادما من جامعة القاهرة وميدان الجيزة، أو الاتجاه الآخر المتجه إلى ميدان الجيزة وجامعة القاهرة قادما من جامعة الدول العربية. بالنسبة للمتجه إلى ميدان الجيزة حابين أن احنا نطمن حضراتكم على الحالة المرورية بقى في ميدان الجيزة والمنازل الخاصة بميدان الجيزة. أولا أسفل الكوبري تحديدا ميدان الجيزة هيكون في سيولة مرورية، الكثافات اللي موجودة فقط دي بسبب طبعا الإشارة اللي موجودة علشان تنظيم حركة السير داخل ميدان الجيزة. لكن بالنسبة لمنزل ميدان الجيزة بالنسبة للقادم من فيصل هيكون في سيولة مرورية موجودة في هذا المنزل، وأيضا شارع مراد هيكون في سيولة مرورية موجودة بالنسبة للمتجه إلى العجوزة هيكون أو كوبري عباس هيكون في أو كوبري الجامعة عفوا هيكون في سيولة مرورية. أما هذا المنزل هو المتجه إلى كوبري عباس والمنيل هيكون في سيولة مرورية زي ما حضراتكم شايفين بالنسبة لميدان الجيزة والمنازل الخاصة بميدان الجيزة. من ميدان الجيزة هننتقل إلى كوبري 6 أكتوبر. كوبري 6 أكتوبر من طبعا الكباري المهمة جدا، ويمكن في سيولة مرورية في الاتجاهين سواء المتجه إلى مدينة نصر ووسط البلد ورمسيس، أو الاتجاه الآخر هيكون متجه طبعا إلى الجيزة أو شارع البطل أحمد عبد العزيز أو الكورنيش، هيكون في طبعا كورنيش العجوزة هيكون في سيولة مرورية في جميع الاتجاهات الخاصة بكوبري 6 أكتوبر. من كوبري 6 أكتوبر هننتقل بالقرب مرة أخرى إلى جامعة القاهرة وهو ميدان النهضة. ميدان النهضة زي ما حضراتكم شايفين إحنا بنشهد سيولة مرورية موجودة في ميدان النهضة بالنسبة للقادم من ميدان الجلاء وهيكون متجه إلى جامعة القاهرة أو الجيزة هيكون في سيولة مرورية. أيضا القادم من جامعة القاهرة أو من ميدان الجيزة وهيكون متجه إلى نفق الجلاء أو هيكون متجه إلى كوبري الجامعة فده هيكون في سيولة مرورية موجودة، وأيضا اللي هيكون متجه بناحية شارع الجيزة وتحديدا شارع مراد هيكون أيضا في سيولة مرورية موجودة في ميدان النهضة. دايما احنا يعني بنقول ان يتم اتخاذ كوبري اكتوبر كبديل لكوبري 15 مايو اللي هنشوف اخباره ايه دلوقتي من خلال الشاشة الخاصة بميدان سفنكس. ميدان سفنكس طبعا هيكون عندنا كوبري 15 مايو دايما بيكون عندنا كثافة طبعا في الاتجاه القادم من المحور وميدان لبنان ومتجه طبعا الى شوارع القاهرة والزمالك، فهنا بيكون في بعض الكثافات اللي موجودة طبعا بسبب وجود طبعا الجامعات او بعض الكليات او المدارس اللي موجودة في منطقة الزمالك، فهنا بنشهد بعض الكثافة، عشان كده بنقول انه يتم يعني اتخاذ كوبري اكتوبر بديل لكوبري 15 مايو. اما الاتجاه الاخر على كوبري 15 مايو المتجه الى ميدان لبنان او مدينة 6 اكتوبر عن طريق المحور هيكون في سيولة مرورية تامة. ايضا اسفل ميدان سفنكس هيكون
هيكون شارع أحمد عرابي بالنسبة للقادم من كورنيش العجوزة، هيكون متجه إلى شارع أحمد عرابي والسودان وكوبري عرابي، هيكون في سيولة مرورية في هذا الاتجاه باستثناء يعني المنطقة اللي بيكون فيها الأعمال الإنشائية الخاصة بمترو الأنفاب، يكون في بعض الكثافات بسبب التحويلة اللي موجودة في هذا الشارع. أيضا هذا الاتجاه الآخر القادم من كوبري عرابي ومتجه إلى جامعة الدول وشارع البطل أحمد عبد العزيز، ويتم طبعا الاتجاه ناحية شارع البطل أحمد عبد العزيز وجامعة الدول العربية لاتخاذ كوبري أكتوبر بديلا لكوبري 15 مايو. آخر حاجة هتكون معنا حابين نطمن عليها أيضا هي طريق فيصل المريوطية، شارع فيصل هيكون في سيولة مرورية في الاتجاهين سواء القادم من المريوطية ومتجه إلى الجيزة أو الجانب الآخر المتجه من الجيزة قادما إلى المريوطية، فهيكون في سيولة مرورية في شارع فيصل المريوطية. فإذا بشكل عام في سيولة مرورية موجودة في أغلب شوارع ومناطق محافظة الجيزة، فقط كوبري أكتوبر كوبري 15 مايو عفوا في كثافة مرورية بالنسبة للقادم من ميدان لبنان ومحور 26 يوليو، فالأفضل لي والبديل لي هو كوبري 6 أكتوبر من خلال شارع جامعة الدول العربية وشارع البطل أحمد عبد العزيز بيتم طبعا اتخاذ كوبري أكتوبر. وحابين نطمن السادة المواطنين ان حتى الان يعني حالة الطقس بالنسبة للحالة المرورية يعني مش بتعطل الحالة المرورية، بل بالعكس يعني في سيولة مرورية موجودة، وطبعا رجال المرور موجودين في جميع الخدمة في جميع المناطق والمراكز الخاصة بتمركز الوحدات المرورية ورجال المرور لاتخاذ طبعا اللازم في حال وجود اي طبعا حركة او اي تعطيل لحركة السير في خلال يعني لو في أي تحسب لسقوط أمطار خلال الفترة المقبلة. دي كانت الحالة المرورية من الإدارة العامة لمرور الجيزة، برجع لك مرة تانية منا في الاستوديو. شكرا لك محمود جميل من الإدارة العامة للمرور في الجيزة، شرح وافي ما وضح لنا فيه كثير من التفاصيل وربط كمان لحالة الطقس وتأثيرها على المرور. شكرا لك محمود جميل من الإدارة العامة لمرور الجيزة. مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع تاني لحضراتكم نكمل باقي فقراتنا، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم من جديد، ولسه فقراتنا مستمرة معاكم لغاية الساعة 10 صباحا. خلاص 8 أيام بتفصلنا عن واحدة من أهم الفعاليات الثقافية اللي بينتظرها عشاق القراءة من السنة للسنة، طبعا معرض القاهرة الدولي للكتاب واللي بينطلق السنة دي وسط إجراءات احترازية وبصحبة العديد من الفعاليات. خلينا نعرف إيه الجديد السنة دي من دكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم جميعا، أهلا وسهلا بيكم. أهلا بحضرتك. في البداية لو تطلعنا وتطلع السادة المشاهدين عن جديد معرض القاهرة الدولي للكتاب السنة دي يا فندم. الحقيقة احنا بنستقبل سنة جديدة نتمنى ان ربنا يزيل فيها هذا الوباء بأكبر حدث ثقافي في مصر والمنطقة العربية كلها. معرض القاهرة الدولي للكتاب مش بس يعني الحدث الأضخم، لكن هو الحدث الأبرز اللي بينتظره الناشرين وجمهور ومحبي القراءة على مستوى مصر وعلى مستوى المنطقة أيضا. المعرض هذا العام بيأتي برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهذا ليس بجديد على رعاية الثقافة ورعاية كل الإنتاج المعرفي المصري والعربي. أيضا انطلق أمس المؤتمر الصحفي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ليعلن عن أشياء جديدة، ولكن أبرزها نحن نقيم المعرض بعد مضي 6 أشهر فقط من الدورة الماضية. الدورة الماضية كانت في شهر يوليو الماضي، وهذه الدورة هي التي حفزت صناع النشر على مستوى العالم أن ينظروا مرة أخرى إلى المعارض بعين مختلفة. كانت المعارض متوقفة بالفعل على مستوى العالم، لكن عندما أقامت مصر معرضها في شهر يوليو الماضي انتظمت حركة المعارض الدولية مرة أخرى، واتخذت هذه الدول إجراءاتها الاحترازية لتحتذي التجربة المصرية. عاد المعرض إلى موعده الطبيعي ليقام في شهر يناير من كل عام وينتهي في شهر فبراير. المعرض هذا العام يأتي بجديد وهو البرنامج المهني.
البرنامج المهني هو البرنامج الذي يقدمه معرض القاهرة الدولي للكتاب لصناع النشر والمعرفة. هذا البرنامج لديه العديد من المحاور، من هذه المحاور مؤتمر دولي للترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى، واللقاء مع صناع النشر الأجانب الذين ينشرون هذه الكتب، وأيضا مترجمي الأدب والإبداع العربي إلى اللغات الأخرى من دول مختلفة. أيضا هناك مؤتمر افتراضي يتم ضمن البرنامج المهني عن مستقبل النشر بعد كورونا. كذلك أيضا مجموعة من الورشات التي تقام للناشرين من كبار المتخصصين الذين يساعدون الناشر المبتدئ والذي هو في بداية الطريق على أن يستطيع أن يكون ناشرا مهنيا متميزا. هناك الكثير من المبادرات أيضا داخل البرنامج المهني، مثل مبادرة طبيعية الكتاب. في المبادرة بيتعرف الناشر على صناع الكتب. بالطبع مش كل الناشرين عارفين مين اللي بيراجع كويس، ومين اللي بيصمم كتاب كويس، ومين اللي بيعمل لاي اوت كويس. كل ده هيتم داخل البرنامج المهني، وده جديد للمعرض السنه. دكتور احمد، واحنا بنتكلم على النسخه الجديده من معرض القاهره الدولي للكتاب، وزي ما حضرتك ذكرت ان هو بيجي بعد 6 شهور، نظرا لان النسخه اللي فاتت هي كانت نسخه استثنائيه بعد تاجيلها بسبب جائحه كورونا، وهي بينعقد الان في ميعاده الطبيعي. عاوزين نعرف على يعني اهم الاجراءات الاحترازيه اللي بيتم اتباعها، وازاي هيتم حجز التذاكر، هل من خلال موقع خاص لمنع التكدس على شباك التذاكر، ولا هيتم التحول الرقمي للمعرض ازاي بشكل عام؟ هو بالفعل المعرض تحول رقميا في تجربته في الدورة السابقة. نعم. وتستمر هذه التجربة. احنا دخلنا في عالم الرقمنة وفي تواكب مع اتجاه الدولة لرقمنة المحتوى الثقافي. المعرض مواكب ليها. أولا حجز التذاكر وشرائها هيكون من خلال المنصة الإلكترونية للمعرض. الأمر الآخر هيكون في طبعا تطبيق للإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع وزارة الصحة. تلقي اللقاح طبعا شرط من شروط دخول المعرض، وده أمر دلوقتي أصبح مفعلا في كل الجهات الحكومية والرسمية، وده ضمانا لصحة الجمهور المعرض في البداية، وده اللي يهمنا. وهيكون في طبعا مراكز لتلقي الجرعات الثانيه والثالثه داخل المعرض. وده دعم هيكون ان شاء الله موجه من خلال وزاره الصحه. نعم، دكتور احمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئه المصريه العامه للكتاب، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. ودلوقتي مشاهدينا معادنا مع موجز لاهم الانباء، موجز التاسعه، اتفضل يا منى. شكرا احمد. التاسعه صباحا بتوقيت القاهره، السابعه بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي مع الجزائر على شتى الأصعدة من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رمطان العمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، حيث ثمن الرئيس السيسي المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين. من جانبه نقل الوزير العمامرة إلى الرئيس السيسي رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضمنت اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مستجدات الوضع في ليبيا الشقيقة، حيث تم التوافق حول أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية خاصة العسكرية والأمنية، تعزيزا للجهود الدولية لإنهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. أكد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الراسخ من دعم أمن واستقرار الإمارات. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. وتناول الاتصال الاطمئنان حول ما تردد عن انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق قرب مطار أبو ظبي الدولي، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.
كما شدد شكري على متابعة ما نقل عن قوات الحوثي بشأن تنفيذ عملية نوعية في العمق الإماراتي، مؤكدا على إدانة مصر لأي عمل تنفذه قوات الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعمها لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل يستهدفها. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1100 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 334,629 حالة. وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي تسجيل 1232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، مشيرة إلى وفاة 31 حالة جديدة. أعلنت أستراليا تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أكبر حصيلة يومية للوفيات منذ بدء الجائحة. هذا وتسبب انتشار سلالة أوميكرون سريعة العدوى في رفع معدلات نقل المصابين للمستشفيات إلى مستويات قياسية حتى مع تراجع الإصابات اليومية. وقالت السلطات الأسترالية أن الشباب غير المطعمين يشكلون عددا كبيرا من الحالات التي دخلت المستشفيات في هذا البلد. هذا وسجلت أستراليا نحو 1,600,000 إصابة منذ بدء الجائحة، منها 1,300,000 في الأسبوعين الماضيين، وبلغ إجمالي الوفيات 2,757 وفاة. أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 238,018 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 37,620,000 حالة. وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أنها سجلت 310 وفيات جديدة في البلاد، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 486,761 حالة. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، والحقيقة معنا فقرة من الفقرات المميزة، لأن دايما المصري وجوده في أي مكان بيفرق وبيكون صاحب بصمة. النهاردة هنتكلم عن طيور مصر المهاجرة من الشباب والفتيات المبتكرين اللي دايما بيضيفوا للعالم كل ما هو جديد، مشرفانا ورفع راسنا ومشرفينا دايما ورافعين راسنا. ولو هنتكلم تحديدا عن الفتيات، لان ضيفتنا هي واحده من المبتكرات اللي اشادت بها المؤسسات العلميه في المانيا، الدكتوره ساره حجي العالمه المصريه اللي فازت بجائزه افضل بحث في مجال السرطان بالمانيا. صباح الخير يا دكتور. صباح الهنا والنعيم يا رب، شكرا جزيلا. افضل بحث في مجال السرطان، يمكن الكلمه لوحدها اصلا تخض، والكل بيحصل له بانيك كده او بيخاف منها اول ما يسمع الكلمه دي. عاوزين نعرف ايه الجديد اللي انت قدمتيه من خلال البحث بتاعك. اوكي، سو الاول انا بس محتاجه اعرف ايه الحاجات اللي انا اشتغلت عليها. سو في حاجه، في مجموعه من الخلايا اسمها الخلايا الجذعيه، رب العالمين خلقها في كل عضو او في اغلب الاعضاء. الخلايا الجذعيه دي بتنقسم، وكل خليه بتبقى خليتين، واحده منهم بتفضل خليه جذعيه والثانيه بتبقى اي نوع من الخليه العضو محتاجها. فده الخلايا الجذعيه. اللي انا اكتشفته بقى ان في هرمونات الجنسيه اللي هي زي الاستروجين البروجستيرون، واللي هي الذكوريه زي التستوستيرون عند الرجال. فالهرمونات الجنسيه دي بتطلع من الاعضاء الجنسيه زي المبايض مثلا. انا ركزت اكتر على الهرمونات اللي هي الهرمونات الانوثه. اكزاكتلي. بعد كده الهرمونات دي بتروح للامعاء، فهي الامعاء دي عضو غير جنسي، احنا عارفينه ان هو عضو غير جنسي، وبتروح للخلايا الجذعيه في الامعاء وبتخليها تنقسم. فلما الخلايا الجذعيه دي بتنقسم، عدد الخلايا بيزيد وحجم العضو بيزيد، وده بينتج عنه تحسين الناتج الانجابي، لان الامعاء بتكبر وبتبدا تاخد مواد غذائيه، بتقدر تمتص اكتر مواد غذائيه
علشان نونو الجنين. اوكي، فده الميكانيزم العمليه اللي رب العالمين عملها لنا في جسمنا اللي تصلح لينا كسيدات يعني علشان نزود الناتج الانجابي. هو ده اللي انا اكتشفته. المشكله بقى ان انا برضو اكتشفت ان لما الهرمونات دي تكون موجوده بشكل عالي في الجسم زي مثلا عن طريق الاكل او عن طريق الادويه، الخلايا الجذعيه اللي موجوده في الامعاء بتقعد تنقسم كتير قوي وبتؤدي انها بتستهلك بطريقه سريعه، قدرتها الانقساميه بتستهلك بطريقه سريعه فبتتجنن، فبتساعد الاول على تطور السرطان او بتساعد على سرعه الشيخوخه. ففي علاقه وطيده ما بين الهرمونات الجنسيه والخلايا الجذعيه اللي هي مش موجوده في الهرمونات الجنسيه، اللي هي موجوده في اعضاء غير جنسيه، سوري، في اعضاء غير جنسيه. ففي علاقه وطيده ما بين الهرمونات وما بين الخلايا الجذعيه بتحدد صحه العضو بشكل عام. دكتور ساره، الحقيقه انه مجال البحث العلمي والبحث العلمي تحديدا مهم جدا، لانه كل يوم بيكشف لنا عن سر جديد. احنا بالنسبه للعالم كله مرض الكانسر دايما، حتى عندنا هنا ما بنحبش نقول اسمه، دايما بنقول عليه المرض الوحش مثلا، ما بنحبش نقول اسمه من كتر ما احنا بنخاف منه. فكره ان احنا نتوصل لمعلومه جديده او لمسبب او سبب جديد، دي تساعدنا في ان احنا في المستقبل نقدر نوصل لطرق وقايه جديده، نقدر نوصل لطرق علاج جديده. سؤالي ليك يا دكتور هو انه هذا البحث ازاي نقدر في المستقبل ان احنا نستفيد منه، او هل في الورقه البحثيه طبعا لتخص حضرتك، هل توصلتي؟ زي ما بيقولوا دايما بيكون في نقاط بتقوليها عايزه اعمل كذا او اشتغل عليها كذا في المستقبل. هو علاقه الهرمونات ما كانتش مفهومه، الهرمونات الجنسيه ما كانتش مفهومه ابدا على الاعضاء الغير جنسيه. فالحمد لله البحث بتاعي دي اول خطوه نقدر نفهم منها لا ده في تاثير. اللي انا كمان قريته وكتبته في الورقه العلميه بتاعتي من ابحاث ثانيه كان بيقول ان في مستوى عالي من الهرمونات الجنسيه حول محيط السرطان بتاع الاعضاء اللي هي الهضميه. تمام، سو مثلا زي الكبد، انا مثلا شفت ان في دراسات بتقول ان حتى الرجاله اللي عندهم تليف في الكبد وعندهم سرطان في الكبد عندهم في محيط الورم بتاعهم بيبقى عندهم استروجين عالي. فده ان دل على شيء يدل اوكي سرطان استروجين او سرطان في هرمونات انوثه عاليه، فليه سرطان محتاجها. فالبحث بتاعي بقى بيوضح طريقه، ده اول يعني اول مشوار باذن الرحمن، هو بيوضح طريقه هو ليه ممكن الاستروجين يكون عالي. فاللي انا اكتشفته ان الخلايا الجذعيه بتستخدم الاستروجين ده علشان تكبر وتفضل تنقسم فعدد الخلايا بيزيد. دي اول خطوه. الخطوات بقى اللي بعد كده باذن الرحمن ان احنا نسال نفسنا هل في اي نوع من العلاج نقدر بتاثيرنا على الهرمونات الجنسيه في الجسم في مختلف المراحل بتاع تطور المرض، هل هيبقى في اي دور للهرمونات الجنسيه دي في السيطره على مرض السرطان؟ لا طيب، بخصوص السيطرة على مرض السرطان، البحث ده بيسيطر أو هيحاول اللي هو يعالج جميع أنواع السرطانات بشكل عام ولا نوع محدد؟ لا، هو أنا ركزت أكتر على السرطانات في الجهاز الهضمي. بس أنا أقول لحضرتك على حاجة، واحد من التحديات بتاعت مرض السرطان هو أن هو بينشأ من البني آدم نفسه، من جسم البني آدم بالضبط كده. فمع الأسف اللي بيخلي مرض صعب ان هو ان احنا نعالجه يعني، ودايما زي ما جمانة قالت مرض خبيث، لان هو في عوامل كتير قوي مؤثرة عليه. فباكتشفنا العامل من العوامل احنا قربنا خطوة بإذن الرحمن من ان احنا نعالج بشكل أدق، والناس اللي يكون عندها الهرمونات دي بشكل عالي ممكن نقلل الهرمونات فنساعد بإذن الرحمن ان في علاجهم في المرض كده يعني. دكتور سارة، أنا هرجع معاكي تاني، النقطة دي نقطة مهمة جدا، فكرة إن احنا أصلا نحمي نفسنا من مرض السرطان. لكن خليني أتكلم دلوقتي معاكي عن ريسيرش أو بحثك العلمي اللي عملتيه. ردود الأفعال كانت عاملة إزاي؟ أنت المفروض إنه البحث بتاعك طبعا هو فاز بمنحة لمركز في أمريكا عشان تستكملي البحث بتاعك. عايزة أعرف منك ردود الأفعال عاملة إزاي، وكمان إيه الخطوة اللي جاية؟
اوكي. سو ردود الافعال الصراحه من ما حدش كان مصدق ان حاجه زي دي ممكن تحصل. او في الاغلب هي انا كنت لسه بفكر في اللقاء يعني قبل ما ادخل، وكنت سمعت فخامه الرئيس طبعا في المنتدى وهو بيقول البني ادم المصري افكار بس قدراته يعني محتاجين نحسنها. فالحقيقة أن أنا كان عندي فكرة وكان عندي حلم أن أنا أعمل Nature Paper اللي هي أنشر البحث العلمي في مجلة Nature العالمية، ولله الحمد والمنة دي أكبر مجلة علمية في العالم. طبعا. فاللي هو يعني قالوا لي قبل كده على فكرة البحث ده ممكن يوصل ل Nature. لا يا جماعة أنت بتهزر ولا إيه؟ هيوصل طبعا. فدي كانت يعني ده كان رد الفعل الأولي بالنسبة لي. بس الحمد لله أنا البروفيسورز بتوعي صراحة كانوا محتضنيني ومتبنيني، وبصرف النظر إحنا ما كناش عارفين الوصول هيبقى لفين، بس إحنا اجتهدنا يعني. فالحمد لله الإمبريشن السائد عني هو إن أنا كنت بوصل الليل والنهار بشتغل الحمد لله علشان أقدر أوصل وأحقق. والحقيقة إن أنا كمان في 2017 اكتشفت ان في معمل في ألمانيا بيعمل حاجة على نفس العضو وعلى نفس الجين على نفس كل حاجة، ودي في مجال البحث العلمي دي حاجة مش عايزة اقول تهدد البحث، بس اتخلقت فيما بيننا زي منافسة مين اللي هيوصل اسرع، مين اللي هينشر اسرع. عشان بس اقول لكم يعني ان هو نشر بعديه بيومين، فيعني كانت المنافسة. انت كنت موجودة في ألمانيا كمان يعني؟ انا كنت موجودة في ألمانيا طبعا. انا اتخضيت بقى يعني اول لما شفت حاجة زي كده، لان هو كانت المرحلة متأخرة فمعرفناش نتعاون مع بعض، فكان هي مين اللي هينشر وهينشر ايه الاول. فكان في رد الفعل هو ان احنا كنا قلقانين وعايزين يعني نوصل ونحقق ونببلش يعني ننشر وننشر المجلة قصدي الورقة العلمية بسلام. فالحمد لله يعني الحمد لله. يعني دكتورة سارة خليني أقول لحضرتك أنا فخور ومحظوظ. فخور أولا بوجودي قدام عقلية بالحجم ده زي حضرتك والدماغ والتفكير ده والعمل والاجتهاد والمثابرة، دي حاجة. ومحظوظين بوجود حضرتك معنا النهاردة كونك في أجازة، لأن أنت مقيمة في ألمانيا، فإحنا سعداء الحظ بوجودك معنا النهاردة. بس عاوزين نعرف إيه التحديات اللي واجهتك وأنت بتعملي البحث بتاعك؟ يعني الدماغ اللي شغالة دي أكيد يعني بتتغلب على كل الصعاب اللي واجهتي. فايه اللي واجهتيه وتحدياتك اللي انت واجهتيها؟ اوكي. سو في الاول انا خلصت الحمد لله في الجامعه الالمانيه في القاهره صيدله وبايوتكنولوجي علوم حيويه، بعد كده اخذت الماجستير بتاعي في علوم السرطان. فالماجستير كان مختلف شويه طبعه، عن بالذات الجزء النظري فيه كان مختلف صراحه يعني جدا. الماجستير كان هنا في مصر؟ لا كان هناك برضه. انا اتخرجت 2012 يدو هو شهر واحد وسافرت هايدلبرغ. فانا سافرت صغيره قوي يعني كان عندي يمكن 20 سنه او نص او حاجه. وبعدين رحت هناك لقيت حتى الالمان وهم بيتكلموا انجلش مش ساعات مش بقى احسن انجلش في الدنيا. صحيح. كنت قاعده مش فاهمه حاجه، فده كان بالنسبه لي حاجه مختلفه قوي عن وجودي في مصر. كنت متالقه طبعا في الجامعه وبرفع ايدي. ومازلت متالقه على فكره يا دكتور. بس كان في مرحله كده في الاول اللي هو انا مخضوضه انا مش عارفه انا بعمل ايه، هو انا في المكان الصح كده يعني. فده كان تحدي من التحديات، هو اختلاف شويه المجالات الثقافات والمجالات. وطبعا الخضه المجتمعيه دي اللي بتيجي للواحد اول لما بيسيب مكان نشاته بيروح مكان جديد، غير انه ما كانش عندي تمويل، وعشان كده اشتغلت بجانب دراستي، فكان الموضوع برضو مرهق شويه. اشتغلتي يعني بجانب دراستك وانت عندك تقريبا 21 سنه؟ طب في قصة مفروض ان هي حصلت لك بقى هناك كده خلال وجودك في ألمانيا، احكيها لنا. اوكي. سو الاول عايزة اقول انه حاجة كمان من الحاجات اللي انا كنت عايزة اقولها ونسيتها، بس خلاص اوكي اتفضلي روح القصة عشان انا نسيت اللي انا عايزة اقوله. الحقيقة ان انا قعدت كتير. انا لقيت رب العالمين رزقني الحقيقة اللي خلى مشواري يوصل للنجاح اللي انا وصلت له الحمد لله، هو انا لقيت الشخص اللي يتبناني. هما شخصين اكشلي تبنوني علميا وفتحوا لي المجال ان انا اطلع كل حاجه عندي الحمد لله. فده كان عنصر اساسي الحقيقه من عناصر نجاحي. وزي ما جمانة قالت انا حقيقه قعدت اعافر كتير قوي درجه في حاجه بتطلع لقدام. هي فكره البحث العلمي ان دي حاجه بنبني عليها سنين وسنين،
فانا بالروح البسيطه اللي انا بذاكر امتحانات بنجح بتفوق كده. فقعدت سنين كتير قوي مستنيه النجاح وعماله بزق مفيش حاجه بتتزق. فالحقيقه اكتئبت الصراحه. ربنا طلع شايل لك اهو حاجه كبيره في الاخر يعني الحمد لله. بس انا الحقيقه من كتر ما شديت على نفسي لا انا اصبت بالاكتئاب وكان عندي اكتئاب حاد الصراحه. ومن هنا اكتشفت قيمه التدريب بقى القيادي لنفسي. سو ربنا رزقني الحمد لله بكوتش كانت موجوده في الجامعه تبع الجامعه وتبع مركز السرطان. والحقيقة ست دي تبنتني وعملت لي منتورينج وكوتشينج في الفترة الأخيرة من البي اتش دي بتاعتي من الدكتوراة بتاعتي. والحقيقة الموضوع ده فرق معايا جدا لأن مع الوقت اللي بدأت أخلص فيه الدكتوراه والورقة اتسلمت فيه الحمد لله كنت أنا في أفضل حالاتي لله الحمد لله وكان عندي مزيد كتير قوي لدرجة أنا قلت بقى خلاص اللي انا عرفته ده انا لازم كل الشعب يعرفه ولازم الامه كلها لازم البشريه كلها تعرف لان حقيقه ان كتر التحديات ده اثر عليا سلبيا جدا على فكري ان انا اقدر انجح او ما انجحش. شكيتي في نفسك وفي قدراتك. بالظبط كده وقعدت وقت طويل قوي مستنيه الفرج الفرج ما بيجيش ايه ده هو انا وحشه قوي كده عشان الفرج ما يجيش. فكل دي كانت معتقدات وايمانات بجد حقيقي والله منعتني جامد ان انا استمتع باللي انا بعمله في وقت ما في حياتي. فالحمد لله لما الواحد اتدرب وبدا يشتغل على نفسه ويشتغل على فكره ومعتقداته بدات كل الصعاب دي تزول. فاللي بقى موجود هي بس زي ما بقول للكلاينتس بتوعي دلوقتي هي حياه النعيم لله الحمد لله منها. فالواحد بقى بيستمتع بكل حاجه في حياته حتى وفي تحديات الدنيا ما بتخلاش من التحديات. صحيح. فكره العقليه اللي بتواجه التحديات دي عامله ازاي. بس فأنا دايما اقول ومش بس ده كلامي ده كلام الطب النفسي ان الواحد لما بيكتئب ده معناه ان في جزء جواه اللي هو السبكونشس اللاوعي اللاواعي بالظبط اللاواعي بتاعه عارف انه في حاجه احسن مستنياه والواعي بتاعه متوتر كده ومش عارف يروح ازاي للحاجه الاحسن. بما انك اتكلمتي بقى على الاكتئاب ايوه واحنا يعني وقتنا عارفه يعني بيخلص بسرعه طبعا كلام معاكي الحقيقه يعني ممتع جدا بس قبل الهوا كنت بتكلم معاكي العالم كله نفسه يجي يوم كده ويقول انه مرض السرطان ربنا يحفظنا جميعا طبعا لقينا له علاج ما نتخضش يعني يبقى بالنسبه لنا مرض زي الامراض اللي بتعدي. هل اليوم ده ممكن يجي؟ وكمان انت كلمتي معايا في نقطه مهمه جدا وانه الحاله النفسيه دلوقتي بقت واحد من الجوانب اللي لازم بيتم اخذها في الاعتبار. طبعا هقول لك على حاجتين. اول حاجه هي ان الوقايه خير من العلاج. فحتى للاسف في مرض السرطان ربنا يشفي كل مرضانا يا رب زي ما قلت تحدي مرض السرطان هو ان هو بيجي من جوانا دي مش حاجه جسم غريب دي من خلايانا. فالحل الامثل وده تركيز الحكومات العالميه دلوقتي والنظم العالميه اللي هي الهيلث كير سيستمز النظم الصحيه اكزاكتلي النظم الصحيه دلوقتي بتركز على الوقايه. ازاي بقى الوقايه؟ هو من الاكل تمام ان الاكل ما يبقاش فيه مصادر حيوانيه كتير ان الاكل ما يبقاش فيه دهون كتير. احنا للاسف في مصر يعني انا بندور على الدهن وناكله اصلا انا والله انا شفت يعني فاست فود فتحت يعني يا جماعه ايه 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 5000 برجر اللي محطوطين قدام بعض ده اللي هو ازاي يعني بيتهدموا ازاي. فالحقيقه ان الترندز دي الحاجات اللي فيها دهون وكده دي بتعمل التهاب في الاجهزه الهضميه وده بيأثر بالسلب على صحتنا وشيخوخه الاجهزه عامه. وطبعا تطور مرض السرطان ربنا يشفي كل مرضانا. دي حاجه. الصحه النفسيه بقى دي حاجه مهمه جدا لان الواحد لما مش عارفه اكيد انتوا تعرضتوا لمواقف في حياتكم بتبقوا مخضوضين على نفسكم فبالتالي الجسم كله والعقل كمان شغال ان هو في خطر هو في خطر. فللاسف المصابين بمرضى سرطان بيكونوا خايفين قوي من الموت لدرجه ان الخوف ده
هو ده اصلا اللي بيسبب السلاح. كل اذى اكزاكتلي هو اللي بيسبب لان هو بيخلي جسم تنشن قوي. طيب ساره اخيرا وفي اقل من 30 ثانيه الرساله اللي تقوليها لكل مريض سرطان بيتفرج علينا دلوقتي في صباح الخير يا مصر. ربنا يشفيكوا ويعافيكوا وينور قلوبكم يا رب باذن الرحمن. وعايزه اقول كمان ان شاء الله باذن الله ما تقلقوش، اهم حاجه بس صحتكم النفسيه، اهم حاجه غذائكم، واهم حاجه تبعدوا عن كل المسببات اللي تقدروا تعرفوها عن السرطان زي التدخين مثلا، زي التعرض للمواد الكيماويه او الحاجات دي. ربنا ممكن نخف يعني باذن الرحمن. طبعا باذن الرحمن نشفى. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ساره حجي العلامه المصريه الفائزه بجائزه افضل بحث علمي في مجال السرطان بالمانيا. نورتينا في صباح الخير يا مصر، وانت شرف لينا كلنا. ربنا يبارك فيكم. شكرا جزيلا لاستضافتك. شكرا ميرسي. شكرا لكل اللي بيتابعوني. شاهدينا دلوقتي نطلع فاصل. اطلع يا شباب. الفاصل اطلع الفاصل اطلع الفاصل مسامح. مشاهدينا نخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. ودلوقتي تعالوا نروح لشبكة مراسلينا اللي موجودين في مدينة الشروق في محافظة سوهاج، رامي محمد ومحمد رفعت. محمد صباح الخير. صباح الخير عليك يا أحمد، صباح الخير عليك يا جمانة، صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام. أقف الآن أمام معبد سيتي الأول القريب من معبد رمسيس الثاني، أحد أهم المواقع السياحية والمزارات الأثرية هنا في محافظة سوهاج، والذي يقع في قرية عرابة أبي دوس في جنوب غرب محافظة سوهاج التابعة لمركز البليانة. وزيارة الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لمحافظتي سوهاج وقنا لإجراء مسح شامل للمواقع الأثرية الواعدة التي يمكن إعادة تأهيلها واستخدامها بشكل أفضل في المجال السياحي، وأيضا يعني تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين في القطاع الحرف اليدوية والحرف التقليدية بما يدعم أيضا حركة السياحة. للمزيد ينضم إلينا الدكتورة غادة شلبي. صباح الخير عليك دكتورة، ولو تكلمينا فندم عن الهدف من زيارة حضرتك لمحافظتي سوهاج واليوم قنا واليوم في محافظة سوهاج. صباح الخير أستاذة جمانة، صباح الخير أستاذ أحمد في الاستوديو، صباح الخير على السادة المشاهدين من مدينة سوهاج جنوب مصر ومركز البليانة. الحقيقة هو الهدف النهاردة من الزيارة، احنا وزارة السياحة والآثار جاية مع برنامج تنمية الصعيد ومع برامج التنمية المحلية والمحافظة، جايين نشوف ايه اللي ممكن نعمله في اطار التطوير اللي داخله في هذه المدينة من تطوير للبنية التحتية. احنا الحقيقة عملنا دراسة كاملة في قرى مصر اللي بتتمتع بمنتج او بمكون سياحي واثري يمكن التعظيم عليه، وعلى المجهودات اللي بتقوم بها الدولة في كمان اطار مبادرة حياة كريمة احنا نقدر نقدم ايه، لانه النهارده الدوله بتقوم بتطوير للبنيه التحتيه الحقيقه تطوير كبير وشامل لم يسبق قبل كده، فبالتالي يجب ان يتزامن مع هذا التطوير اقتصاد قوي. النهارده وزاره السياحه والاثار بما تقدمه من فرصه لدعم السياحه وان احنا هذه المواقع الاثريه تحظى بما يؤهلها أو بما هي تستحقه من أعداد السائحين، جاي نشوف نقدر نعمل إيه من تطوير، سواء نستفيد من تطوير البنية التحتية، نستفيد من إن إحنا ندعم المجتمع المحلي بالصناعات اليدوية والمهن الحرفية، وحتى دعم المرأة في الصناعات التي تقوم بها. كل ده مكونات الحقيقة إحنا النهاردة جايين ندرسها مع البرنامج ومع حياة كريمة، نقدر نقدم إيه لهذه القرية، ونقدر إزاي نشجع أعداد السائحين إنها ترجع تاني لما كانت عليه من السابق ويمكن كمان بأكثر من ذلك. يمكن حضرتك تكلمتي عن فكرة التوجه إلى السياحة الريفية
واستخدام البيئة سواء في محافظة قنا أو في محافظة سوهاج لامتيازهم بهذه البيئة. لو تكلمنا يا فندم عن رؤية وزارة السياحة لهذا المنظور. هو طبعا التوجه العالمي دلوقتي كمان بقى فيه مشروع كبير بتتبناه منظمة السياحة العالمية هو الرورال توريزم أو السياحة الريفية. بالنسبة لنا طبعا ما فيش أحلى من كده في مصر. ريف مصر بما يتمتع من مكونات مختلفة زي ما بنقول، يعني حتى العودة إلى الطبيعة والعودة والاقتراب من الحياة الريفية. مش كل السائحين عايزين يقعدوا في فنادق 5 نجوم وتبقى ريزورتس. هذا المكون بما تتمتع به مصر من وفي ريفها من منتج متميز بنتصور أنه حيلاقي العديد من الأذواق سواء في السياحة العربية اللي ابتدت دلوقتي حتى بتذهب إلى أوروبا طمعا في أنها تنعم بهذا المنتج الجديد السياحة الريفية، أو حتى من أوروبا أن هم بيشوفوا الأثار وممزوجة بالحياة الريفية الطبيعية. النهاردة يبقى عندنا ريزورت جوه أو يعني منتجع سياحي متميز وجوه الريف المصري. ده الهدف الحقيقة اللي احنا عايزين نشوف ايه اللي ممكن فرص استثمارية ممكن نقدمها لمستثمرين في هذه في قرى وربوع وريف مصر ان شاء الله. شكرا جدا يا فندم، صباح الخير عليك. اهلا بيك، شكرا. إذن أحمد جمانة، يعني هكذا كانت الصورة هنا في محافظة سوهاج وجولة الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار لقطاع أو لشؤون السياحة لمحافظتي سوهاج وقنا. إليكم الكلمة. شكرا ليك محمد من أسوان، من سوهاج عفوا. ونروح لزميلنا رامي محمد اللي موجود في مدينة الشروق. اتفضل يا رامي. صباح الخير أحمد، صباح الخير على كل متابعينا، متابعي صباح الخير يا مصر من مدينة الشروق، تحديدا من واحد من أهم المشاريع السكنية الفاخرة هنا، وهو مشروع جنة اللي بيحتوي على 49 عمارة وبأكثر من 1100 وحدة سكنية بمرافق وخدمات كاملة للاستلام من قبل سواء الشباب أو قبل الحاجزين من المواطنين المصريين. سكن فاخر بمعنى الكلمة. خلينا نقترب أكثر من الخدمات والمرافق المقدمة ومعدلات التنفيذ وكمان مساحات الوحدات من خلال ترحيبي بضيفي الكريم المهندس علي سعد نائب رئيس جهاز مدينة الشروق. برحب بك يا فندم معنا في صباح الخير يا مصر. وفي البداية خلينا نتكلم عن 49 عمارة وبأكثر من 1100 وحدة سكنية، كلمنا عن المساحات المختلفة ومعدلات التنفيذ. في البداية حابب أرحب بيكم في مدينة الشروق وبالتلفزيون المصري عندنا هنا في المدينة. بالنسبة للمشروع جنة اللي احنا فيه هو أحد محاور الإسكان اللي موجودة في مدينة الشروق. مشروع جنة عندنا بالفعل عدد وحداته 1176 وحدة. احنا بالفعل نفذناهم كلهم زي ما حضرتك شايف. ودلوقتي احنا في مراحل التسليم الابتدائي لمجموعة العمارات بالكامل، يعني نقدر نقول ان بالنسبة للعمارات نسبة الإنجاز تقريبا 100%. ناقص لنا بس ملاحظات محاضر الاستلام ونستلم المشروع كله بالكامل. بالنسبة لتنسيق الموقع وأعمال اللاندسكيب والطرق والمرافق والكهرباء، ده احنا وصلنا فيها لنسب متقدمة جدا، وصلنا لحوالي 97%. يعني إن شاء الله أسابيع أو نكون خلصنا تنسيق الموقع بالنسبة للعملية بالكامل ونبدأ إن شاء الله نسلم للسكان. زي ما حضرتك شايف لو الكاميرا تجولت في المشروع، احنا راعينا العنصر الجمالي في المشروع بشكل خلى المشروع مميز وجميل. نفذنا عناصر مائية مختلفة داخل المشروع، منها حمام السباحة اللي في الخلفية، وده يعتبر من أكبر حمامات السباحة اللي موجودة في مشاريع جنة على مستوى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى مجموعة عناصر مائية أخرى موجودة برضو في المشروع. راعينا اللاندسكيب وتنسيق الموقع والزراعة اللي يعني عملناها بشكل وتنسيق جمالي بالتنسيق مع إدارة التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث أن يطلع المشروع بشكل جمالي يرضي حاجز مشروع جنة في المدينة. بالنسبة للمساحات بتاعة الوحدات، أنا عندي هنا المشروع فيه عدة نماذج ومساحات مختلفة بتبدأ من مساحة 100 متر وبتصل إلى مساحة حوالي 150 متر على حسب بقى احتياج كل حاجز أو ساكن، اللي محتاج المساحة الكبيرة موجود، اللي محتاج المساحة الصغيرة موجود. والحمد لله احنا راعينا في التنفيذ بالنسبة للعمارات كلها ان احنا ننفذ نستخدم الخامات.
مواصفات بحيث ان المشروع كله ككل يطلع بالصوره المبهره والجميله اللي موجود عليها المشروع هنا زي ما حضراتكم شايفين وزي الكاميرا ما هي جايبه. واحنا بنتكلم عن المشروع جانا برضو مشروع سكن مصر مهم جدا، اكتر من 105 عمارة، بنتكلم عن وحدات بتتجاوز 2000 وحدة، مساحات مختلفة، وكمان لفئات اخرى من المواطنين سواء للحاجزي سواء مشروع جانا او سكن مصر. كلمنا عن الخدمات المتوفرة وكمان الوحدات السكنية في سكن مصر. بالنسبة للمشروع سكن مصر، هو بالفعل عدد عماراته حوالي 105، دول اللي متنفذين بالفعل أو جاري التنفيذ في بعض منهم، بعدد إجمالي وحدات حوالي 2540 وحدة. برضو نسب الإنجاز هناك يعني وصلت لمراحل متقدمة جدا، وهنبدأ نسلم فيها سكان إن شاء الله قريبا أسابيع ونكون بنسلم فيها سكان. بالنسبة للخدمات سواء لمشروع سكن مصر أو لجنة، إحنا عندنا هنا مشروع جنة في مركز خدمات المدينة، قريب جدا من جميع الخدمات سواء الرياضية أو التجارية، كل الخدمات اللي ممكن يحتاجها الساكن موجودة حواليه، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية اللي موجودة جوه الكومباوند من سوق تجاري أو مسجد. بالنسبة لمشروع سكن مصر، خدماته برضو كلها موجودة ومتنفذة بالفعل، مش ناقص أي خدمة من الخدمات. عندنا 2 سوق تجاري، عندنا 2 ملعب ثلاثي، عندنا 2 حضانة، عندنا 2 وحدة صحية، عندنا مدرسة تعليم أساسي. كل الخدمات اللي ممكن يحتاجها الساكن عشان يقيم ويبقى قاعد في مشروع مرتاح وكل خدماته حواليه موجودة بالفعل وقائمة بالفعل وبتعمل بالفعل. فيعني بنتمنى ان احنا في الاخر ان احنا ننال رضا الساكن والحاجز في مدينة الشروق، ونتمنى بس ان احنا ننال رضاهم ان شاء الله. المهندس علي سعد نائب رئيس جهاز مدينة الشروق، بشكرك يا فندم على التواجد معنا. العفو يا فندم، شرفتونا ونورتوا المدينة. ويمكن كما تابعنا بهذه الخدمات والمرافق اللي موجودة سواء في مشروع جنة أو مشروع سكن مصر، أيضا تطيح لكل سكان المناطق المجاورة خدمات أعلى وخدمات متوفرة ومرافق، كمان شبكة من الطرق التي تساعد هذه المنطقة على الكثير والكثير من الأمور الحياتية لمساعدة سكانها، مش بس كمان قاطنين هذه المناطق الجديدة أو المشاريع الجديدة. عودة لكم مرة أكيد يا رامي، هي حياة كريمة بالتأكيد لكل المواطنين اللي موجودين في مدينة الشروق. شكرا رامي محمد من مدينة الشروق ولضيفك الكريم، والشكر أيضا موصول لزميلنا محمد رفعت مراسل سوهاج. وصلنا مع حضراتكم طبعا دلوقتي لآخر فقراتنا في صباح الخير يا مصر، وحقيقة موضوع مهم جدا، وهي منظومة النقل في مصر اللي بيتم تحديثها بشكل كبير جدا، وبيتم إنشاء طرق جديدة بالتوازي مع توسعة الطرق القديمة، ده غير إنشاء مشروعات النقل الجديدة اللي بيتم إضافتها لأول مرة. على سبيل المثال القطار الكهربائي السريع، المونوريل، قطار الكهربائي الخفيف، الأتوبيس الترددي السريع. خلينا نعرف تفاصيل أكتر ونعرف إزاي المشروعات دي هتكون قيمة مضافة وهتسهل حركة المواطنين. منضيفنا في الاستوديو دكتور محمد الصادق عوف، أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان واستشاري الطرق الدولي. صباح الخير يا دكتور، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير، وصباح الخير على جميع السادة المشاهدين. صباح الخير يا دكتور، أهلا بك يا فندم. تطوير طرق قديمة، إنشاء طرق جديدة ومحاور جديدة، مع تحديث كمان وسائل النقل والمواصلات، يمكن احنا ادينا عدة أمثلة. عايز أعرف من حضرتك يا فندم إزاي ده هيكون قيمة مضافة لمكونات النقل وأيضا لتحسين مستوى الطرق وجودة الطرق في مصر. تمام، بداية قطاع النقل بشكل عام في السنوات الأخيرة شهد نمو لم يسبق له مثيل، وخلينا نقول أنه أكتر قطاع في الدولة شهد نمو غير عادي من وجهة نظري. لما أقول قطاع النقل أذكر حاجات متعددة، جميع وسائل النقل بداية من الطرق، وننتقل إلى مترو الأنفاق، ثم السكة الحديد، ثم القطار الكهربائي السريع، قطار كهربائي خفيف، أتوبيس ترددي. بنتكلم على وسائل نقل متعددة. السمة المميزة في معظم وسائل النقل الجماعي اللي ذكرتها إنها وسائل حضرية صديقة للبيئة، أقل عادم، أقل تلوث للبيئة، أكثر كفاءة وسرعة، وأكثر راحة للمواطن اللي بيستخدمها. ده الاعتمادها للكهرباء والغاز كوقود. الاعتماد على الكهرباء كوقود هو دوت السمة المميزة لمشاريع النقل الجماعي. الغاز لا، الاعتماد على الديزل بالنسبة للقطارات الساكن الحديدية اللي موجودة حاليا، بيتم تطوير السكة الحديد الحالية اللي شغالة بالديزل بالفعل، ولكن الوسائل الحديثة الصديقة للبيئة بتعتمد على الكهرباء.
خلينا ممكن يعني لو استعرضنا الأول شبكة الطرق اللي تم تطويرها ونمت بشكل ما شاء الله عظيم جدا جدا، كان السمة المميزة أنها شملت جميع محافظات مصر، ليست القاهرة الكبرى فقط صحيح. ولكن امتدت إلى جميع محافظات الصعيد لغاية أسوان، امتدت في الاتجاه الغربي إلى محافظة الوادي الجديد، امتدت في الاتجاه الشرقي إلى سيناء ومدن القنال، يعني جميع محافظات مصر أخذت نصيب جيد من هذه الطرق. وكان الحقيقة محافظات الصعيد اللي قعدت مهملة سنوات طويلة أخذت نصيب الأسد من هذه المشروعات. جميع طرق الصعيد تم ازدواجها، محاور على النيل خصوصا في الصعيد بداية من بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وإنا وأسوان، محاور على النيل لم يسبق لها مثيل. كان المحاور اللي على النيل المسافات بينها تتعدى 100 كيلومتر. المستهدف دلوقتي ان المسافات البينيه بين الكباري اللي على النيل لا تتعدى 25 كيلومتر. تم افتتاح الشهر الماضي 3 محاور على النيل، زي محور زي محور كلبشه في اسوان، زي محور قوس في انا، 3 محاور على النيل. وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى إشارة البدء في 3 محاور على النيل أخرى بمدة تنفيذ قياسية سنة واحدة للمحور. المدة دي فعلا قياسية، المحاور السابقة تم تنفيذها في 2 سنين، وزمان من 20 سنة كان المحور ده بنقعد فيه 4-5 سنين، وكانت محاور أقل طول وأقل أهمية من هذه المحاور، كنا بنقعد فيه 4-5 سنوات. يمكن دكتور وإحنا يعني كسائقين أو مستخدمين للسيارات فعلا حسينا بطفرة، وحسينا زي الطرق دي سهلت الحركة وبقى فيه نوع من أنواع الانسيابية وسرعة الربط ما بين المدن والمحافظات الأخرى. لكن امبارح تحديدا كان في اجتماع للسيد الرئيس، أو أول امبارح عفوا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي بخصوص منظومة النقل الذكي، وكان يعني للوقوف على آخر ما تم فيه ووجه سيادته بسرعة الانتهاء منها. يعني ايه منظومة نقل ذكي ATS؟ خلينا اقول لحضرتك الاجتماع اللي حصل اول امس لسيادتك اشرت اليه، الحقيقة كان الهدف منه هو دفع العمل في جميع مشروعات النقل الجماعي وتفعيل منظومة ITS الثلاثة الاثنين مع بعض. لو خصصت وقت بسيط للحديث عن منظومة النقل الذكي علشان السادة المشاهدين يفهموها باسلوب بسيط. منظومة النقل الذكي الهدف منها هو الآتي: أولا تحقيق أكبر قدر من السلامة على الطرق وتقليل الحوادث بنسبة كبيرة، 1-2 مراقبة الطرق بشكل جيد ورصد المخالفات وتحريرها بشكل إلكتروني وتوصل على لسائق السيارة بشكل مباشر، 3 تحصيل الرسوم من محطات الرسوم بشكل إلكتروني بدون تدخل العامل البشري، 4 بندي إشارات تحذيرية للسائق إن أمامك مثلا حادثة، أمامك مثلا الظروف الجوية تستدعي تقلل السرعة، أمامك مثلا منطقة مزدحمة، أمامك مثلا أي عائق أي مشكلة قد تعوق الطريق، وأهداف أخرى متعددة يعني علمية شوية مش عاوز أدخل السادة المشاهدين فيها، ولكن علشان المشاهد يفهمها ببساطة إن في كاميرات ذكية بيتم تركيبها في الوقت الحالي على 7 طرق مصرية. هذه الكاميرات متصلة بكابلات بغرف تحكم مركزية بترصد الحركة وبتدي للسائق هذه التعليمات أو إذا كان في مخالفات أو زي ما ذكرت قبل كده الأهداف اللي احنا عايزينها من هذه المنظومة. والكاميرات دي بالفعل بتركب دلوقتي في 7 طرق مصرية كمرحلة أولى من تطبيق هذه المنظومة بطول 1187 كيلو، يتبعها مرحلة تانية أكبر منها بطول حوالي 5000 كيلو، بهدف في النهاية تحسين كفاءة النقل في مصر وبهدف تعظيم الاستفادة من كل كيلو متر اتعمل في شبكة الطرق، لأنه فعلا كلف الدولة مبالغ طائلة. ده باختصار شديد منظومة النقل الذكي بأسلوب بسيط يفهمه السادة المشاهدين. لو رجعنا تاني لمنظومة النقل الجماعي اللي سيادة الرئيس وجه بالدفع لسرعة تنفيذ هذه المنظومة بالكامل، المنظومة الحقيقة هي منظومة بتتميز بالتكامل بين وسائل النقل الجماعي، ليست عشوائية، ليست كل وسيلة منها في وادي منفصل تماما عن باقي الوسائل. لو اتكلمنا على المرحلة اللي احنا فيها دي، القطار الكهربائي الخفيف المسمى LRT ده اللي هيبدأ من محطة عدل منصور إلى العبور والشروق والمستقبل وبدر،
ثم مدينة العاشر من رمضان جنوبا والعاصمة الإدارية شمالا. القطار ده بالفعل المرحلة الأولى والثانية فيه تم تنفيذها وتم تشغيل تجريبي. ده معناه أن في خلال شهور بسيطة إن شاء الله سيتم تشغيله بشكل تجاري أو هيدخل الخدمة. ده خط اللي هو LRT المعروف بكلمة LRT. عدلي منصور دي يا فندم في مدينة السلام في المحطة الرئيسية التجميعية اللي هتكلم عنها دلوقتي، لأنها محطة تجميعية بتجمع وسيلة النقل اللي قلنا عليها دي، زائد هيكون إن شاء الله منها كمان الأوتوبيس الترددي اللي بنسميه BRT. وده سؤالي بقى لحضرتك يا فندم. آه يا فندم، تفضل. يعني بعض المواطنين مش فاهمين فكرة الأوتوبيس الترددي مع أنه موجود في عدة دول أخرى وكانت التجربة لاقت نجاح كبير، لكن ده هيبقى بالنسبة لنا احنا تغيير سلوك جديد. وتغيير ثقافة وشيء جديد بالنسبة لنا، وده غير أن احنا يعني معظمنا عنده مشكلة مع الدائري، يعني احنا الدائري بالنسبة لنا عندنا مشكلة فعلا معاه على مدار سنين كتير. مظبوط. فعايز أعرف من حضرتك لأي مدى الأوتوبيس الترددي هيحل مشكلة دي، مشكلة الزحام على الدائري والتكدس على الدائري، وعايز أعرف من حضرتك بالفعل هيوفر قد إيه، يعني كلمنا أكتر عن الأوتوبيس الترددي ونفهم السادة المشاهدين. تمام يا فندم. الأوتوبيس الترددي المسمى بكلمة BRT اللي هو المحطة التجمعية بتاعته عدلي منصور مدينة السلام. إن شاء الله الأوتوبيس ده هيمشي، هيبدأ تنفيذه فورا، يعني المحطات بالفعل حاليا يعتبر التصميمات بتاعتها جاهزة والتنفيذ هيبدأ فورا إن شاء الله خلال العام الحالي. إحنا أعتقد في بعض المناطق في الدائري في الحارات، خلينا أوضح لسيادتك كل التفاصيل. الأوتوبيس ده إن شاء الله هيمشي في نص الطريق بالظبط، حارتين، حارة ذهاب وحارة عودة. طول الطريق الدائري 106 كيلو وهو ده طول المسار بتاع الأوتوبيس. تمام. طيب هيكون عليه محطات، المحطات دي في جميع المناطق الرئيسية بعدد حوالي 57 محطة. طب المواطن اللي هينزل أو هيركب الأوتوبيس وهو في نص الطريق إزاي هيعبر بقى الطريق علشان يروح على الجنب وينزل يروح المكان بتاعه؟ من خلال كباري علوية أو أنفاق سفلية أسفل الدائري، سواء كده أو كده المواطن مش هيعدي الطريق الدائري أبدا على رجليه تجنبا للحوادث. طيب احنا عملنا الأوتوبيس ده ليه؟ اولا الطريق الدائري اللي سيادتك تفضلت واشرتي على لمشاكل متعدده فيه ودايما زحمه وفيه حوادث، احنا حطينا ايدنا على المشكله. المشكله بتاعت الزحام معناها ان الطريق ده محتاج يتوسع، فبالفعل تم توسعه الى 7 حارات في كل اتجاه، وفي بعض الاماكن 8 حارات، لدرجه ان كوبري زي كوبري المنيب انشانا كوبري جنبه بنفس العرض بتاعه. دي نقطه. النقطه الثانيه الوسائل النقل العشوائيه المتمثله في السيرفيز الميكروباص والتكاتك اللي موجوده على الدائري. صحيح. هذه الوسائل العشوائيه بتسبب الازدحام وبتسبب الحوادث بسبب انها بتقف بشكل مفاجئ في اماكن غير مخصصه. هذه الوسائل بالكامل هتنزل تحت الدائري. الدائري مش هيكون فيه اي وسيله نقل عشوائيه، هيكون وسيله النقل الجماعي الاساسيه هي الاوتوبيس الترددي. بيشيل 170 راكب يا فندم في الرحله الواحده، والعدد كبير، يعني ممكن اليوم بالكامل يعني هنصل في يوم من الايام لمليون راكب في اليوم. وده رقم كبير جدا. جدا هيشجع بعض المواطنين اللي بيستخدموا السياره الخاصه انه يسيب سيارته الخاصه في موقف ويستخدم هذه الوسيله. يبقى احنا كده حاره مروريه او حاره على طريق هي مخصصه للاتوبيس فقط، ممنوع سير السيارات العاديه فيها. بالظبط، ده اللي هيحصل، هتكون معزوله تماما عن السيارات العاديه. فبكده اعتقد هيكون مشكله الدائري اتحلت وانتهت. نيجي لباقي وسائل النقل. اتكلمنا على BRT، اتكلمنا على القطار الكهربائي الخفيف في نفس محطة عدلي منصور، هناك مترو الأنفاق. الخط الثالث اتعمل وانتهى فعلا في نفس المحطة التجمعية. صحيح. الوسيلة الرابعة كمان اللي في نفس المحطة إن شاء الله هتكون اللي هي السوبر جيت، أصبح له موقف هناك. وأصبح فيه يعني المحطة دي محطة فعلا موقف تجميعي لكل وسائل النقل الجماعي. والحقيقة دكتور احنا لو خاص يعني لو قعدنا نتكلم عن كل وسائل عايزين النقل عايزين أيام طويلة. محتاجين فعلا محتاجين يعني نخصص أكتر من حلقة كمان، طبعا عشان نقول حتى جزء من حلقة، أكتر من حلقة عشان نتكلم عن كل حاجة بالتفصيل. تمام. لأن كل وسيلة نقل جديدة وذكية زي ما حضرتك اتكلمت محتاج ليها تفاصيلها وليها مسارها، ومحتاجين نعرف اكتر طبعا. انا للاسف محتاجة توعية ومحتاجة تغيير سلوك، يعني كل اللي حضرتك ذكرته ده دكتور محمد الصادق عوف، يعني هو محتاج تغيير سلوك علشان خاطر نقدر احنا يعني نتعامل مع هذه الوسائل الحديثة. زي ما بنشوف بره ممنوع حد ان هو يعدي طريق، لازم الالتزام بكوبري المشاة. الاستاذ الدكتور محمد الصادق عوف استاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان واستشاري الطريق الدولي، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير. الف شكر. شكرا.
ومشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات من 7 ل 10. ان شاء الله صباح الخير يا مصر، هيكون مع حضراتكم بكره بنفس الميعاد ان شاء الله يا جمانة، ونشوفكم بكره باذن الله في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم.